مساء الخير على الجميع. أنا حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا الحلقة دلوقتي أو هيحضروها في وقت لاحق، وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معانا في الدردشة أو اللي هيشاهدونا في صمت. الجميع مرحب بيه وعلى راسي. مبدئيا كده حابب أرحب بنعيمة هانم، منورة الدنيا يا نعيمة هانم، وصديقي العزيز فري سول، منور الدنيا يا صديقي العزيز. وأرجو كمان من حضراتكم، طبعا كل سنة وكل الناس طيبين وعيد سعيد على الجميع، وأتمنى لكم أيام يعني تكون سعيدة وكده. وأرجو من حضراتكم ترحبوا معايا بضيف العزيز وصديق القناة الدائم الأستاذ سامح عيد. إزيك سامح، بيه عامل إيه؟ اهلا بيك استاذ راوي، واهلا بالساده الحضور مشاهدينك الكرام، ونتمنى لك يعني التوفيق في هذه القناه، بتنشر الوعي وبتنشر التفكير والعصف الذهني. ده شيء مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، يعني مهم يكون حياتي في عشرات ومئات القنوات مثل هذه. انت بتوصل ل 1000، 1، 2000، 5000، ده بيوصل بحيث مع الوقت يكون الدنيا كويسه. اهلا الاخ طبعا فريسول، اهلا بيك، منورين الدنيا كلها، وكل سنه طيبين. حتى يعني حتى سواء مسلمين او مسيحيين، الناس كلها فرحانه طبعا باسبوع اجازه كامل، ممكن يروحوا الساحل، ممكن يقضوا وقت جميل. من الصعب تلاقي طبعا اسبوع يعني اجازه كده مدفوعه الاجر. طبعا فكل سنه الناس كلها طيبين وسعداء يعني ان شاء الله. كل سنة طيبة. سامح بيه. كل سنه طيب. طيب احنا النهاردة موضوعنا هو موضوع مفتوح يعني بشكل أكبر، سامح بيه هيكون على راحته، يقدر يفتح أي موضوع هو حابب يتكلم فيه، لكن هنبدأ من موضوع معين بخصوص إن احنا في يعني أيام العيد الكبير أو عيد الأضحى يعني، وفي بعض الموضوعات كده اللي هو حابب يتطرق لها في هذه المسألة. ولكن مدخل الموضوع زي ما حضراتكم شايفين عنوان الحلقة، إن احنا بنتكلم على المشايخ خلافهم رحمة أم نقمة، وهل يجوز الحج في غير شهر ذي الحجة؟ ده اللي هيكون الموضوع اللي هنتكلم فيه تقريبا. أنا حابب أهتم يعني صياغة الصيغة المعينة بتاعت خلافهم رحمة، دي صيغة صاغها أغلب الشيوخ الأزهريين وغير الأزهريين، إنه خلاف الشيوخ كان رحمة وغيره بالنسبة للمسلمين يعني، وإن دوت كان فيه بحبوحة من الآراء وبحبوحة من اختيارات متعددة تقدر تختارها، لكن في واقع الأمر كنا بنشوف إنه الأمر مختلف تماما، وده اللي هيحاول سامح بيه يوضحه بشكل آخر، إنه كتب أم نقمة، فإحنا هنشوف هو فعلا رحمة ولا نقمة. وموضوع الحج بقى بالنسبة يعني لموعده الرسمي أو كده، هنشوف يعني ليه سامح بيه اختار العنوان دوت، وأنا بعتذر لو خدت العنوان يا سامح بيه، خدت منك العنوان كوبي ده بيست ازاي؟ فكتبت كويس. زي ما انت كتبته ممكن العنوان، فانا بعتذر للساده الاصدقاء يعني، انا ما شفتش يعني ما خدتش بالي غير متاخر، فبعتذر لكم جدا. ايه بقى موضوع خلافهم رحمه ام نقمه، وهل يجوز الحج في موعده غير الرسمي؟ ايه الموضوع يا سامح بيه؟ اتفضل. طيب احنا ممكن لو الفيديو موجود حاضر عندك ممكن تعرضه الآن ونبدأ منه، ننطلق ونتطرق لمواضيع متعددة. ممتاز. طيب هنشوف الفيديو اللي هو يعني عليه الموضوع النهارده، وبعدين نبدأ مع سامح بيه. مرتد مرتد خارج عن الملة الإسلامية. فرض الحج في عهد سيدنا رسول الله حج أبو بكر في ذي القعدة. هل أبو بكر وقف في يوم عرفة في غير تسعة؟ في ذي القعدة. وقف في ذي القعدة؟ آه. جبت الكلام ده منين؟ ده إسرائيليات اللي أنت بتجيبها دي. طب ليه إسرائيليات؟ يعني مش ممكن. هل الحج أبو بكر مش باطل؟ ممكن. وقد أقره النبي مش عليه الصلاة ممكن. والسلام. حضرتك حجيت يا فضيلة الشيخ؟ طبعًا. حجيت إمتى؟ أنا حجيت من 10 سنين. يعني توقيت الحج اللي حضرتك حجيته أيوه بنفسك طبعًا. كان توقيت الحج بتاع اللي هو مستقر عليه الوضع. وهذا مستقر ومستدين. يعني حضرتك ممكن ودائي. حضرتك أنا ممكن. لا أنكر هذا. حضرتك ممكن تاخد تأشيرة عمرة في ذو القعدة وتنزل تعمل مناسك الحج لوحدك منفردا في الوقت ده وتقف عرفات لوحدك ويبقى ده حج بوجهة نظرك؟ هذا الكلام انا بدعو العلماء لان يبحثوه. هو انا هجيب الشواذ والسواقط واروح مصدرها للمسلمين؟ والله العظيم من يعبث في اركان الاسلام مرتد مرتد خارج عن الملة الإسلامية. طبعا زي ما احنا شايفين الاثنين شيوخ معممين. الشيخ كريمه والشيخ الثاني حتى نسيت اسمه، بس هو شيخ من الشيوخ الازهر المعروفين برضو، وكفروا على الهوى زي ما احنا شايفين. والراجل بيتكلم برضو من منطلق ديني، ان في مرويه بتتكلم عن
ان ابو بكر الصديق حج في ذي القعده، والنص القراني بيقول الحج اشهر معلومات، وقالوا ان الاشهر المعلومات دول اللي هم شوال وذو القعده وذو الحجه. حتى لو ما فيش نص قراني، مش عارف انتم متابعين ولا لا، السنه دي كان في 300,000 مصري خارجين بشكل غير قانوني وغير شرعي، ويمكن الفيديوهات انتشرت على الفيسبوك وشفتوا ازاي بيقتحموا الشقق على الناس، والناس بتهرب من مكان لمكان. وانا اعرف عدد من اصدقائي يعني والمقربين والجيران راحوا في هذا الحج الغير شرعي، اللي هو يعني غير شرعي من ناحيه قانونيه، يعني غير قانوني قصدي من ناحيه السعوديه، لان هم كان في ثغره اتعملت اللي هو فكره ايه، الشيخ طارق نصر، شكرا، هو الشيخ طارق نصر اللي كان في الفيديو مع الشيخ كريم. فاللي حصل لو الناس متابعين، كان في تأشيرة اسمها تأشيرة زيارة، اي حد عنده قريب في السعودية معاه اقامة من حقه انه يجيب والدته وخالته معرفش ايه زيارة. والحج الشرعي اللي هو القانوني يعني في مصر اصبح بيتكلف من 300 ل 400,000 واحيانا اكتر من كده، الحي حتى المتوسط اللي هو يعني ايه مش فاخر ولا حاجة. فالناس يعني كانت بتلجأ لهذه الحيلة ان هو يروحوا زيارة، وكان الشركات بتقوم بتسكنهم في اماكن يعني خارج مكة او يعني على حدود مكة، وكان بيكلف 85,000 80,000 85,000 حسب بعض الشركات. فالناس يعني عايز حج الفريضة، عايز تأدي فريضة الحج، فكان بتلجأ للشكل غير قانوني ده. المهم مع الوقت يعني دي ثاني سنة او ثالث سنة يتم هذا الموضوع، كتر بقى الناس لدرجة ان 300,000 مصري ومصرية كانوا هذا العام، وكانوا قبضوا على ناس ويطلعوهم برا مكة ويدخلوا تاني بشكل غير قانوني وحاجات زي كده، وكانوا يرحلوهم، وكان مشهد مزعج جدا، وناس لدرجة ان واحد يعني توفى لما قبضوا عليه وطلعوه خارج مكة وكلام من ده، وحس انه مش هيحج من القهرة يا عيني مات يعني. فانا قصدي حجة الوداع على رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا 100,000 واحد، كل المسلمين بالصحابة بالتابعين اللي كانوا موجودين، او كلهم صحابة يعني حسب تعريف الصحابي، واختلاف في تعريفه يعني، هل هو اللي شاف الرسول مرة واحدة ولا اللي قعد معه مرة واحدة. المهم كان حجة الوداع 100,000 واحد. احنا بنتكلم دلوقتي عن 2 مليار مسلم، 2 مليار مسلم لو 5% عايزين يحجوا يأدوا الفريضة، فاحنا بنتكلم في 100 مليون. الحج فعلا لا يستوعب اكثر من 3-4 مليون، يعني انت بتبص من نظرة اللي هو المصري الغلبان يعني اللي عايز يأدي الفريضة لانه شايفها ركن من اركان الاسلام، وفي نفس الوقت بتبص من ناحيه الدوله السعوديه اللي هي عارفه ان فعلا اكتر من 3 مليون في هذا المكان الضيق. طبعا انا حجيت وعارف الحج يعني، وعارف الزحمه تكون ازاي في منى ومزدلفه وعرفات، والنزول من عرفات على رمي الجمرات يبقى ازدحام خانق يعني. فعلا اكتر من 3 مليون عدد الوفيات هتزيد، فهم مضطرين انهم يعملوا كوتا، وبناء على هذه الكوتا بيبقى الطلب اكتر من العرض، وبناء عليه احيانا بعض الدول بتستغل الموضوع وبتعمل رسوم يعني خاصه بيها بحيث تقلل الايه المقبلين على الحج كل ايه كل سنه. يعني اظن اعتقد ان هو مش عارف عاطين 1% لمصر، يعني انت بتتكلم في 60,000 ولا حاجه او 100,000 يعني من المصريين المفروض، عامله كوتا لكل الدول بهذا الشكل يعني السعوديه. فمع تزايد اعداد الناس، المصريين كانوا 60 مليون بقى 100 مليون بقى 120 مليون، فالموضوع بقى معقد. فلازم يبقى في تيسير، حتى ان حد قال لك ما الناس حاجه طول السنه يا عم، يعني ايه المشكله يعني الناس تحج طول السنه؟ او حتى لو مدينا الحج في الثلاث شهور دول اللي هو طبقا النص القراني، ما نسيب الناس يعني عندها رغبه تؤدي الفريضه فتروح تؤدي الفريضه في شوال او في ذو القعده او في ذو الحجه، فنقلل الضغط شويه ونقلل الوفيات. ده غير طبعا وانا بتكلم النهارده مع المستشار عبد الماهر قال لك ما فيش حاجه اسمها رمي الجمرات والشيطان والكلام ده بدعه كله، وهو الحج يا دوبك الطواف والسعي ما بين الصفا والمروه والدعاء على جبل عرفات وخلاص. انما فكره ان رمي الجمرات يعني تبقى لكلام المستشار عبد الماهر انها بدعه وليست من شعائر الحج. وموضوع رمي الجمرات ده طبعا عايشته، حجيت من زمان طبعا سنه 95، كنت لسه واحد شاب يعني وصحته شويه، ورغم ذلك يعني انا كنت انت مثلا المفروض ترمي 7 جمرات كنت بتاخد 20-30. ليه؟ لان انت مش عارف تقرب من الحجر اللي بترمي عليه، المكان اللي يرموا منه. فتفاجئ ان انت بترمي بتيجي في راس واحد اللي قدامك يعني، يعني انت حتى مش عارف تاخد الايه القذف بايه لان وراك زحمه يعني حتى مش عارف تاخد ايه لاقصى تاخد اقصى ارتفاع يعني يعني بشكل او باخر. فغالبا بتصيب يعني ثلاث ارباع الحصوات اللي انا جمعتها اصابت اخرين، ويعني مشهد يعني بائس. وساعتها كان لسه معموش الكباري والحاجات اللي هي يعني حدثوها في رمي الجمرات،
انا شفت الناس قدامي بتتنطر من على الكوبري وده كان بسبب ان حصل ان زي عمود نور وقع او حاجه زي كده، فالناس نزلت في مكان الصعود فبقى اصبح في ناس بتصعد وفي ناس بتهبط، فحصل حاله من حالات الاختناق، فالناس كانت بتتنطر زي النبله من فوق الكوبري. مش عارف مات 800 واحد ساعتها في الحج بتاع سنه 95، ده كان في صيف 95 اظن، كان في شهر 4 او 5 حاجه زي كده. طبعا التوقيت بيتغير، ده غير طبعا ان في نظره في موضوع المواقيت، موضوع النسيئه وما شابه ذلك، ان المفروض الشهور حتى تمشي مع الايه، مع الاسماء. يعني الربيع بقى في الربيع، لان كان عندهم في الجاهليه، لان الشهور الشمسيه اضبط من الشهور القمريه. يعني هم حتى هم بيعملوا رحله الشتاء والصيف، رحله الشتاء لازم تبقى في الشتاء ورحله الصيف لازم تبقى في الصيف. فيروحوا مثلا في الشتاء يروحوا اليمن حر شويه، وفي الصيف يروحوا الشام يعني فيها بروده شويه، فيبقى الدنيا مظبوطه بهذا الشكل. فما كانش ينفع يمشوا مع الشهور الايه القمريه، فكان بيعملوا ايه ال 11 يوم دول بتوع كل سنه، يجوا كل سنتين سنتين ونص كان في واحد متخصص في حساب هذا الموضوع، يروح جاي حاطط شهر في النص زياده، بحيث الشهر ده يخلي الربيع هو الربيع ورمضان هو رمضان اللي هو الرميضاء، يعني بقى في الصيف المفروض، وهكذا، بحيث يظبط رحلات الشتاء والصيف في الايه مع الاشهر الحرم. ما الاشهر الحرم دول اللي هم المفروض يوقفوا فيهم القتال، وحتى الاشهر الحرم ده بص طلع غريب جدا، عشان نعرف ازاي بس الناس اللي هم كانوا في هذا العصر من في الجزيره العربيه كانوا بدائيين جدا. هو لما يعمل اربع شهور حرم معناها ان الثمان شهور عادي تقطع الطريق عادي، يعني معنى ان هو يعمل اربع شهور حرم عشان التجاره ويعملوا اتفاق، معنى ان في الثمان شهور التانيين من حقك ان انت تقطع الطريق، ولو لقيت واحد تقتله وتاخد الفرس بتاعه، ولو معاه نساء تاخدهم سبايا في الثمان شهور، يعني انت في الثمان شهور تقتل وتنهب بكباحتك. وفي الاربع شهور دول عاملينهم حاجز كده عشان امور التجاره تمشي. يعني ده كان تفكير هذا هؤلاء القوم في هذا العصر. ولما جه الرسول ما غيرش حاجات كتير، يعني هو ايه حاول يعدل طبقا للوضع الراهن، ولذلك حتى ما نقدرش ناخد الامور دي انها من السنه. الشاهد في الموضوع يعني هو مشكله التكفير مش في التكفير ذاته، المشكله ان هو الكفر اصبح وصمه، وهو مصممين أو لنا حد رده، وبينسفوا 120 آية من آيات التسامح في القرآن الكريم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، لا أعبدهم وتعبدون ولا أنتم عبدون ولكم دينكم ولي دين. 120 آية من آيات التسامح ينسفوها بآية السيف ويقول لك نسخت، وكمان يجي يقول لك السنة تنسخ القرآن، حتى لو في نسخ لبعض الآيات مفيش ردة في القرآن الكريم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني كان الناس بتؤمن وتكفروا، يعني الموضوع كان ماشي يعني. وحتى الآيات القرآنية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فجه سلمان الفارسي قال له أنا والدي والدتي كانوا مجوس يعني، بس كانوا طيبين وبيعملوا خير وبيعملوا خيرات، فراحت جاية آية حط فيها المجوس إن الذين آمنوا والذين هادوا والمجوس، وراح قايل بقى إيه يحكم الله يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني برضه موضوع ال الحكم ربنا في الاخر. يعني حتى ما نقدرش نقول فكره برضو ان المسلمين كل هم بس اللي في الجنه وان المسيحيين في النار، ده كلام فارغ. يعني كله بالعمل الصالح، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. مواطن مسيحي مواطن صالح يفعل الخيرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدخل الجنه، مواطن مسلم بيعمل الخيرات يدخل الجنه، مواطن مسلم قتل وسرق ونهب واغتصب وقهر الناس بالتأكيد مصيره النار يعني. فأنا قصدي فكرة التكفير وموضوع حد الردة ومبدل دينا فاقتلوه، ويجي يقول لك لا ما احنا ما لناش حد الردة، ده الناس دي كانت انتشر، يعني انت عايز تنشره بالنفاق، الناس تبقى موجودة في الدين منافقة. ويجي واحد شيخ لسه برضو بسمع فيديوهات امبارح يقول لك ايه، لا ما هو الدخول اختياري انما الخروج مش اختياري. طب مين قال ان الدخول اختياري؟ الناس دخلت بالوراثه، 2 مليار مسلم دخلوا بالوراثه. فكره الناس بتسلم في اوروبا دي انت بتتكلم في شويه الاف او حتى ملايين، ما يجوش في ال 2 مليار واحد في 100 الف. طبعا ما هو المليون من المليار واحد في الالف. يعني المليون صحيح. من المليار واحد في الالف. لو افترضنا ان في مليون واحد بيسلموا، ده واحد في الالف من المسلمين، وبعدين ممكن يكون قدهم بيخرج او بيروح مربع الشكه، بيروح مربع الالحاد،
او يكون 12% زي ما بيقول علي جمعه، يبقى احنا بنتكلم في ارقام بمئات الملايين. ما لو في ناس بتروح لمربعات الشك او الالحاد او اللادينيه او ما شابه ذلك، لو بنتكلم عن 10% يبقى المليار فيه 100 مليون او ال 2 مليار يبقى فيهم 200 مليون. فانا قصدي الشاهد في الموضوع ان فكره انك انت تجعل الناس منافقين او انك تقول في حد رده وتكفر الناس وتستبيح دمهم، ده فعل اجرامي. وبعدين يقول لك احنا بنحمي دين الله. يا جماعه يعني انا فاكر حتى الفيلم اللي بنصح الناس يشوفوه الهندي اللي هو بي كي او بترجموها سكران بتاع عمران خان، لما هو في المشهد النهايه جايب يعني الحاخام الهندي او الكاهن الهندي وبيتناصر معاه وبيقول له احنا بنحمي دين ربنا، فقال له يعني ان هناك الهين، اله خلقنا واله خلقتموه. الاله اللي انتوا خلقتموه ده اللي انتوا بتحموه، الاله اللي خلقنا هو يستطيع ان يحمي نفسه، مش محتاج حد يحميه. يعني يؤسفني طبعا وانا بتفرج على فيديوهات من يومين كده، لقيت موقع ذات مصر للمره الثانيه جايب ما يسمى الشيخ هيثم طلعت او الدكتور هيثم طلعت اللي هو يعني خريج طب، ولا مش عارف طبعا صلاح الدين حسن صديق اللي هو بيعمل الحوارات بتاعت ذات مصر، انما طبعا هو جاب احمد سعد زيد مره، انما جاب قبل كده واحده اسمها ايمان يحيى يعني رغم انها مش محجبه يعني والسلفيين طالعين بها السما انها بتنتقد التكوين يعني وبيحتفوا بيها عشان مش محجبه وتنتقد التكوين، انما جاب هيثم طلعت مرتين. المره الاولانيه بيشبه تكوين بالنازيين او بيشبه العلمانيين عموما بالنازيين وبيحطهم كوجهي عمله مع داعش، يقول داعش دول متطرفين سنه و التانيين متطرفين علمانيين. في المره الثانيه بيقول له طب يعني نقتل الملحدين، فقال له واحد جنبك عايز يغزك او عايز يقتلك تعمل معاه ايه؟ فقال له يعني حصل ده حسن استعجب يعني الملحدين ما بيقتلوش حد، فقال له لا ما هو اللي بيهاجم الدين وبيشككني في الدين ده اشد من ايه؟ من القتل. يعني بيستبيح قتل. يعني انت دلوقتي بتنتقد داعش وتقول انهم متطرفين وفي نفس الوقت بتفتي نفس الفتاوي اللي هم خدوها في قتل الناس الازيديين وغيرهم. ده حتى يعني ايه يعني يعني تقدر تقول الازيديين وما شابه ذلك يعني ربما يكون في خلافات بينهم كبيره مع اهل السنه، انما انت بتتكلم عن مسلمين اذا كان يوسف زيدان او ابراهيم عيسى، وبعدين ما حدش قال ان انا ملحد او لا ديني او ما شابه ذلك. وبعدين انت ما شققتش على قلبه، الحادثه الشهيره بتاعت اسامه بن زيد لما هو كان بيقاتل واحد من الكفار وبعدين في الاخر قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله فقتله، فلما الرسول عرف انزعج جدا ووشه احمر وبتاع وقال له ازاي لماذا فعلت ذلك، فقال له ايه انه يقول اتقاء يعني من السيف، ده انا بعد ما حاربته وبارزته وطيرت منه السيف وحاتله، قال لك فقال له اه شققت عن قلبه. دي حادثه شهيره بتقال على المنابر عن التسامح الديني. فانت دلوقتي ما دام واحد ما صرحش ما طلعش قال لك انا لا اؤمن بسيدنا محمد او لا اؤمن بالديانه الاسلاميه او لا اشهد ان لا اله مثلا يعني غير كده، لا تستطيع ان تكفره او تقول عليه كافر طبقا لهذه المرويه اللي هو بيقول لك اشققت عن قلبه، فانت تلتزم باللي هو بيقوله، انما تقول عليهم نازيين ومصر ان هو يقتل بحد الرده. قال له طب دلوقتي افرض واحد ايه جاي وانت بتناقش الملحدين، وقال له لا في فرق ان واحد يعني شاكك بس جاي يستوثق وانا بقى بحاول اثبته على دينه وكلام من ده، يعني هو يقصد ان هو يقول يعني لو واحد لسه بيشك في مرحله الشك لسه ما راحش ما عبرش مرحله الشك، فده بقى ايه نمسكه بقى ايه نقنعه بقى وبتاع وكلام من ده ونستتيبه وبتاع وكلام من ده، انما غير كده دول ايه دول زي النازيين وزي ده. طب ما انت قلت نفس فتاوي داعش، يعني انت اللي انت بتقول ان داعش دول متطرفين اسلاميين والتانيين متطرفين علمانيين، انت نفس الفتاوي بتاعت التكفير والقتل انت بتقولها، وانا مش فاهم ازاي صلاح الدين حسن صديق يعني عزيز ويعني تقابلنا في اكثر من حلقه وسافرنا قبل كده مع بعض لبنان وشاركنا في حلقه مع حلقات ابراهيم عيسى، هو صديق عزيز بس انا مش عارف يعني هو كان يعني في حاله التحريض بهذا الشكل، دي مش حريه راي يعني تحرض على الناس وتقول ان الملحدين قتلوا، فده يعني ليست حريه راي. وفكرة تكفير المسيحيين زي ما قلت يعني برضو حاجة بائسة، وانا بلف في فيديوهات برضو لقيت الشيخ العدوي على حسان على عبد الله رشدي كله مصر يكفر المسيحيين رغم ان الايات واضحة يعني الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امنوا بالله واليوم الاخر وان هم منهم قسيسين ورهبان ومنهم يعني من يعبدون الله، يعني انا مش قادر اتخيل هذه الجرأة على التكفير
يعني تكون بهذا الشكل ازاي؟ وزي ما قلت ان هو المفروض ان احنا بنتكلم عن المفروض بقى فقه جديد. يعني المشكله حتى خلاف الفقهاء او ما يسمى احيانا اجماعهم، يعني احيانا ما اختلفوش، يعني احيانا تلاقي الخلاف ايه، يعني كلهم تلاقوا متفقين مثلا ان لا يقتل مسلم بكافر، او يعني طب يا جماعه لا يقتل مسلم بكافر ازاي؟ يعني دلوقتي لو مسيح قتل، لو مسلم قتل مسيح ما تقتلش؟ قال لك اه طبعا ما تقتلش. يختلفوا في ايه بقى؟ اللي يقول لك نص ديه، لا تلت ديه، يعني هو ديه العقاب. في مستوى العقاب، يعني حتى خلافهم الفقهاء القدامى يعني خلاف يعني ساعات بيكون في مستوى الايه العنصريه، مش خلاف اللي هو فيه جزء فيه رحمه. طبعا في بعض الحاجات ممكن يكون فيها حالات رحمه، انما كلهم متفقين على الاستتابه وعلى الرده وعلى مثل هذه الامور، او ان هو ليأخذ بشهاده المسلم. يعني كلام، يعني هو حتى لما جم ما يسمى تقنين الشريعه الاسلاميه ما قدروش يعملوها. ليه؟ لان هو سواء التشريع الجنائي في الاسلام اللي عمله عبد القادر عوده، كله واخد بهذا الفقه، الفقه اللي فيه هدم الكنائس، وان هو لا تبنى الكنيسه الجديده، وان هو اهل ذمه، وان هم يدفعوا الجزيه وما شابه ذلك. هيحط ازاي ده في قانون مصري في تعدديه وما شابه ذلك؟ هيحط لا يقتل مسلم بكافر، وان شهاده المسيحي لا تقبل؟ يعني لو واحد دخل فجر كنيسه او قتل برشاش، قتل له 100 واحد في كنيسه، يطلع براءه لان اللي شهدوا عليه كلهم مسيحيين والمسيح لا تؤخذ بشهادته؟ ما قدروش يحطوا الحاجات دي في قوانين. ولذلك لما تواجدوا من 84 في البرلمان بتاع 84 بتاع 87 مش عارف 90 قطعوا باين، وبعدين 95 و2005 وصلوا 88 عضو، ما قدروش يقدموا قوانين ما يسمى تقنين الشريعه الاسلاميه. يعني ما قدموش ليه؟ لانهم حسوا انها بائسه، ان هو لو طلع هذه القوانين او قال لك بقى ان احنا هنطبق حد الحرابه وهنعلق واحد في نخله وهنقطع ايديه ورجليه من الخلاف، او حتى بتر يد السارق، حتى رغم ان هو قال لك قطع المفروض غير بتر وفيها خلافات، انما يعني هيقطعوا يد السارق، هيبقى قوانين بائسه لا يتحملها المجتمع وضد المصلحه. وهو في الاخر يقول لك ايه؟ المصلحه فوق النص. طب ما خلاص. وهو لذلك لما اتزنق مأمون الهضيبي في المناظره بتاعت فرج فوده، واحنا النهارده يعتبر يعني ذكرى استشهاده، يعني لانه اظن القتل يبقى 14 يونيو وهو نازل في مصر الجديده، لازم نذكر الناس بوفاته لانها كانت يعني حاله محوريه في تكفير الناس وقتلهم على الراي. وبرضه فرج فوده عمره ما صرح وقال ان هو لا يؤمن، بالعكس كان بيقول ان الاسلام في عليين وان احنا عايزين ننزه الاسلام عن هذه الخلافات، ووضعهم في حرج شديد جدا. ولذلك يطلع الغزالي يقول لك لا كفروه رسمي، وراحوا في المحكمه سواء مزروعه او الغزالي، قال لك لا دول ما يقتلوش، ان هم قتلوا قصاصا، دول قتلوا الناس كفار، قتلوا واحد كافر، ومن حق احد الناس ان هم يقتلوا الكافر اذا الحكومه ما نفذتش الايه الحكم، ودول يتحكموا ان هم مفتئتين على السلطه، يتعذروا يعني ما اعرفش يدفعوا غرامه ولا عايزهم يتسجنوا كده ست شهور ولا حاجه ولا ايه. ده كان كلام مزروع او كلام الغزالي في المحاكمه بتاعتهم. وهم كانوا كفروه قبلها بثلاث اربع ايام في الولايه الاسلامي، ونزلوا بيان. هم كفروه قدام المحكمه نفسها، وكفروه قدام المحكمه بس كان قتل، بس هم اصلا يعني افتوا فتوى التكفير سابقه عن القتل. يعني طبعا، لدرجه ان الشيخ ما يسمى الشيخ محمود مزروعه والدكتور محمود مزروعه كان بيتباهى في 2013، وكان عامل حوار مع فيتو، ربما تبقى تنزله في الوصف لو بحثت عنه، كان بيقول ان هو ناس طلبوه قالوا احنا عايزين لك فتوى، واتفقوا معاه يقابلوه في بنزينة، وكان هو مسافر لقطر وكلام منه، وبعدين راحوا له وقعدوا معاه فقالوا له واحد بيقول كذا وكذا وكذا، قصدهم فرج فوده، وان هو بيسخر من بول الابل وكلام من ده وحاجات زي كده، وبيسخر من بقى المرويات. قال لهم ده كافر ويقتل، ومن حق احد الناس ان هم ايه يقتلوه. هو عارف انهم بيتكلموا على فرج فوده، وسابهم مسافر قطر وسابهم يقتلوا الراجل. ده تحريض على القتل. يعني انا برضو يعني قلت زي ما قلت يعني صلاح الدين حسن صديق، انما ما كانش يتركه يحرض على القتل بهذا الشكل دون ان يرده. يعني وخصوصا ان احنا في زي ما قلنا في دستور المفروض في حريه الاعتقاد وفي كلام من هذا القبيل. يعني وجابوا مرتين، يعني ويعني رغم ان هو ما جابش بتوع الطرف الاخر يعني تكوين بشكل متساوي حتى يدافعوا عن نفسهم. تمام. يعني ربما لو قابلته اتفضل. خلاص تدخل مش اتفضل قول.
طيب انا عايز اتدخل مع حضرتك في سؤالي الاول وفي رؤيه يعني مكمله للافكار اللي حضرتك قلتها. السؤال هو ببساطه، هي مين ذات مصر؟ مين اللي وراها المؤسسه دي؟ انا عارف سامع عنها وطبعا هي قويه جدا. القصه ذات مصر ايه؟ وبما انك عندك معلومه عن مقدميها والعاملين بيها وكده، ده بالنسبه لسؤال ذات مصر يعني بما انك ذكرتها. يعني اعتقد ما دام انها مش محجوبه، وصلاح الدين حسن كان شغال في اكثر مؤسسه صحفيه بتشرف عليها، يعني ما يسمى اظن كان في بوابه صدى البلد، بصدى مش صدى البلد، البوابه بتاعت ايه يا ربي، كان عاملين حاجه كده كلها تبع يعني تحت اشراف الدوله، يعني هو ما عملوش المتحدة. حاجه المتحده، الشركه المتحده، الشركه المتحده كانوا يعني اللي هو كانت عبد الرحيم علي كان عامل ايه؟ كان عامل برنامج ايه؟ البوابه، برنامج البوابه، صندوق البوابه وكانوا عاملين موقع تبع البوابه، غير ان هو صندوق الاسود كان بيشرف على مؤسسه ده، برنامج البوابه البوابه، فكان حتى عاملين مركز بحثي تبع كان هو ماسكه، فهم ماسكين حاجات كلها تحت اشراف بشكل او باخر الدوله المصريه. وما اعتقدش ان ذات مصر يعني ربما تكون فيها مساحه حريه راي شويه، وان كان ساعات يعني حتى هما كانوا حجبوا له، يعني كان ساعات يقول لك بعض اللقاءات محجوبه، يعني ايا كان الدعم يعني بشكل او باخر جاي منين، يعني هو البوابه بشكل او باخر كانت مدعومه من الامارات، يعني البوابه نيوز بمؤسساتها، انه عامل مؤسسه في فرنسا وعامل مؤسسه، يعني عامل مؤسسه دوليه مش مجرد انها ايه مصريه، فكانت اعتقد انها بدعم اماراتي ولكنها ليست خارجه عن اطار الدوله المصريه، وان كان زي ما قلنا تمام. ممكن واخد مساحه حريه راي شويه في ذات مصر يعني. تمام، انا عاوز اتدخل مع حضرتك في وانقل لك رؤيه الجانب الاخر بالنسبه حتى لفكره انه هم رافضين الكل، رافضين مثلا القرآنيين او اللي عندهم روايه مختلفه عن الروايه الرسميه او حتى الروايه المتشدده، هم ليه خايفين او ليه بيرفضوها بالشكل ده؟ لنفس الاسباب اللي حضرتك يعني ذكرتها اثناء الحوار دلوقتي، وده واضح جدا. اولا مشكله الروايه الرسميه او غيرها من الروايات انه عاده في حرب مين من الروايات اللي يسيطر، يعني هل الروايه الرسميه ولا روايه مثلا السلفيين المتشددين ولا روايه مين اللي هتسيطر، وعاده دايما في مشكله في المساله ديت، ومفيش يعني اريحيه في الاختلاف ولا حاجه، لا بالعكس، لو حضرتك اختلفت معايا فوري انا هكفرك، وده اللي حاصل بشكل مستمر. فحتى القرآنيين منهم لو اختلفوا معاهم زي ما حضرتك ذكرت كده الاسباب الفنيه اللي ممكن الشيخ الازهري اللي ظهر معنا في الفيديو اللي لجأ اليها، سواء المرويه اللي هي في الروايات او حتى ان الحاج اشهر معلومات او حتى النسيئه اللي كانوا بيقولوا عن ان رمضان لازم يكون في شهر 10 وان العيد لازم يكون في الاوقات المعينه ورحله الشتاء والصيف وغيره، مجرد ان انت بس تفكر انت معرض للتكفير من طرف الروايه المنتصره او الروايه القويه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للجانب الاخر بيخاف من ايه بقى؟ بيخاف ان الفكره الاصليه او الروايه الاصليه اللي هم كلنا بنجتهد فيها كقرانيين او غيره يعني، او الروايه الاصليه الرسميه، ان الكل بيمتلك سامح بيه الحقيقه وعنده استعداد يكفر الاخرين، يعني هو اي واحد فيهم هينتصر حتى لو كان القراني نفسه اللي انتصر هيكفر مثلا الملحدين او اللادينيين او غيرهم من الناس، فهو خايف كده كده من كل الناس دي، ان اي واحد فيهم هينتصر بالروايه دي وبقوتها دي هيودينا في يعني اتجاه اخر. بالنسبه لي يعني حتى فكره التكفير بالتعيين والتخصيص، وطبعا حضرتك عارف بالكلام دوت، الناس دي ما عادتش خايفه من المساله دي، ما عادش مهتم هو بيكفر بالتعيين ولا بالتخصيص، لا هو بيكفر وهو عارف انه ده مخصص وده تكفير رايح لاتجاه معين وحد معين وما عندوش اي مشكله. بالنسبه لمحاربه المسيحيه، محاربه المسيحيه دي وكانها يعني الحرب الاولى بالنسبه لهم، وعايز اقول لحضرتك ان الحرب دي مستمره حتى اللحظه في افريقيا، يعني افريقيا الوسطى فيها مجموعات يمكن من 200 سنه وشغالين على نفس الموضوع، انه بيحاربوا المجموعات الاسلاميه بتحارب الكثره المسيحيه في افريقيا وغيره. فواضح انه مشكله ان اختلافهم رحمه دي مش حقيقيه خالص، وكمان من حق الطرف الاخر فعلا انه يخاف منهم، لانه حتى اكثرهم انفتاحا وتطورا ممكن انا اتعرض منه للتكفير لمجرد خلافي معاه للراي، بالاضافه انه هو في الاول والاخر الكتاب الاصلي او
الموضوع الاصلي هو بيديني انفتاح جدا، انا ممكن اكفرك بنفس الكتاب وممكن انا اتسامح معك جدا واكون بشوش جدا، فاللي انا عايزه انا اقدر الجا اي سلاح من الاثنين انا اقدر الجا. ف يعني رايي او سؤالي لحضرتك في المساله دي انه هل احنا حتى لو تطورنا في انفتاح انه نسمع للاراء المختلفه اللي بتتكلم عن النسيئه وبتتكلم عن الحج والمصلحه الخاصه للناس وان يسر على الناس وكده، بخلاف ان انت اصلا ممكن المفروض او المفترض على حضرتك ان انت هتكلم الناس على مصلحتهم الاول، او اين المصلحه في الاصل؟ هل المصلحه تقتضي انك تسافر تحج وتدفع كل الفلوس دي، ولا الناس اللي في مصر اهلك وناسك دول انهم يعيشوا عيشه افضل؟ انه الافضل؟ وحتى لو الاله نفسه هيرتضي بايه؟ ده بعيدا ان ممكن تكون دي الروايه اللي حضرتك هتكلمه بيها، او انك تقول له لا سافر معاك 3 شهور سافر فيهم زي ما انت عاوز. الفكره انه لو اي روايه انتصرت احنا نقدر يعني نستأمن لهؤلاء الناس في ظل ان مفيش وجود دوله علمانيه تحفظ امان الجميع. حضرتك لسه ذاكر ذات مصر، وانا حبيت بس اعرف ايه يعني خلفيتها، لان زي ما حضرتك قلت هم لو اختاروا لو استضافوا حد من الوجه الاخر العلماني او غيره هم استضافوا زي ما حضرتك قلت هيثم طلعت مرتين. فاذا احنا في مشكله ضد وجه يعني ممكن لو انتصر هيكون متشدد جدا ومخيف جدا. فعندك اي حلول ان لو الروايه دي انتصرت او الروايه دي استمرت نقدر نتعايش معاها؟ اتفضل. هو طبعا انت عارف ان في اهل السنه، طبعا الاسلام انقسم لاهل السنه واهل الشيعه، ده غير الخوارج اللي هم حاليا الاباضيه اللي هم موجودين في عمان وغيرها من الاماكن. لما جينا اهل السنه انقسموا لمذاهب فقهيه ومذاهب اعتقاديه. مذاهب اعتقاديه زي الماتريديه زي المعتزله زي الاشعريه اللي هو الازهر يعني واخد المذهب الاشعري في الاعتقاد، وكلهم مختلفين مع بعض كمذاهب اعتقاديه. ده غير المذاهب الفقهيه اللي هو ابن حنبل والشافعي وابو حنيفه ومالك. دول الشافعي وابو حنيفه ومالك خلافات في الفقه في الصلاه في الحج في مش عارف ايه في كلام من ده. انما المذاهب الاعتقاديه بيختلفوا في نظرتهم للاله نفسه من حيث التجسيد او عدم التجسيد او ما شابه ذلك. وزي ما قلت كان راي طلع اكثر من راي، بيعتبروا ان الاشعريه اللي هم الازهر كله على بعضه اللي هم التيار السعودي او محمد عبد الوهاب بيعتبروهم عندهم شرخ في العقيده، وقالوا على الشعراوي كده وقالوا على غيره. فاحنا ده كل ده في اهل السنه، ده غير المذاهب الايه الفقهيه وخلافاتهم الفقهيه وما شابه ذلك. غير انهم كلهم متبنيين جوه بقى مذهب الواحد، حتى متبنيين ان تفترق امتي على 70 شعبه كلها في النار الا واحده، وكل واحد شايف ان هو الفرقه الناجيه. يعني رغم كل هذه المرويات مضروبه، يعني انت بتقول انت نفسك بتقول ان الامه ستفترق الى 70 شعبه حاجه و70 فرقه ناجيه وال72 في النار. ده انت بتكفر كل المسلمين اللي حواليك، وكل واحد شايف ان هو الفرقه الناجيه، سواء بقى السلفيين بافكارهم الوهابيين بافكارهم الاشاعره ايا كان. فاحنا بنتكلم ان المفروض العقول تتفتح بعيدا عن ذلك، ولابد ان الدوله معلش يعني التحريض على القتل. ما هو لما نشوف اللي حصل في قريه مش عارف اسمها ايه قريب، مش عارف في المنيا ولا فين، برضه مش عارف بيصلوا في مكان كده ولا حاجه زي كده، وقام اهل القريه كلهم يولعوا في البيوت المسيحيين. ده حاجه حادثه قريبه يعني من شهر يمكن، مش عارف اسمها حادثه ايه كده، قريه ايه في المنيا. ودي مش اول حادثه، دي الحادثه ال20 ولا ال30. دي بناء على ايه؟ بناء على واحد حرض برضه وقال لك ان هو العهده العمريه وان الكنيسه اللي تهدم ما تتبناش، وان هو لا يجوز بناء كنيسه جديده، وان ما اعرفش ايه، وان هو تضطر المسيحي لاضيق الطرق، وان هو ما يركبش الفرس ويركب البغال والحمير، واللي هو لو معدي قدام بيت مسلم لا ينزل. ايه يا عم العنصريه دي؟ ايه العنصريه والطائفيه اللي انتوا عايزين تطبقوها دي؟ وبعدين يقول لك العلمانيين هم اللي هيبقوا زي النازيين، ده هو في نازيه اكتر من كده؟ وبعدين يقول لك لا داعش متطرفين، ويقول لك نفس فتاوي داعش، اذا كان تكفير المسيحيين او تكفير غير المسلمين او ما شابه ذلك. لا اعتقد ان هو لابد قصرا ان الدوله، يعني انا ما بحرضش على حد، بس اي تحريض على القتل يعني ماشي مواجهه الفكر بالفكر والراي بالراي، ولكن لابد ان نعرف ان التحريض على القتل ليس رايا، التحريض على العنف ليس فكرا، انما تعرض فكرك ليس كحقيقه مطلقه كوجهه نظر، ووجهه نظر ما يكونش فيها تحريض، ما يكونش فيها تكفير للاخر، وانت عارف ان الكفر ده معناه القتل
او معناه الرده. وانا مش قادر اتخيل ازاي الازهر ما يقفش موقف حاسم من وضوح حد الرده، لان زي ما قلنا المرويات دي قولا واحدا ظنيه الثبوت، والناس للاسف الشديد مش راضيه تفهم ان ظنيه الثبوت دي معناها ان نسبتها الى النبوه مشكوك فيها. وانت بتتكلم على معلش انت بتتكلم على الناس اللي دينهم لا يعني بتتكلم على الناس مش قادره تفهم. الازهر قادر يفهم؟ لا تاني انا عايز بس افهم الناس ان هو المفروض اللي بيقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيرتكب اكبر جريمه في حق النبوه. المفروض هو بيتكلم بيقول حديث من البخاري او حديث من مسلم يقول اظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لازم يبدأ بقى اظنه. طبعا ده مش كلامي، ده كلام علم الحديث لما قال لك ان في قطع الثبوت وفي ظن الثبوت، وان في حديث المتواتر وفي حديث الاحاد، وقولا واحدا الكتب السته دي احاديث احاد، قولا واحدا الكتب السته دي كلها احاديث احاد. ده كلام الشيخ شلتوت مش كلامي، كلام الشيخ شلتوت لما قال جمعنا مجموعه من العلماء في كتاب الاسلام عقيده وشريعه وسالتهم عن الحديث المتواتر فاختلفنا في حديث انما الاعمال والنيات، هو المشايخ بتوع الازهر في القرن الماضي، ولم نتفق الا على حديث واحد اللي هو من كذب علي عمدا فليتبوأ مقعده من النار، اللي هو الحديث اللي بيحرج عليهم ما يكذبوش على النبوه. فلما يبقى في مرويه بتقول من بدل دينه فاقتلوه منسوبه لابن عباس، اللي هي الدوله العباسيه بتعلي من امر ابن عباس وحديث سياسي واضح، وبيجيب علي بن ابي طالب مش فاهم في الفقه وان هو حرق الناس، لما بيقولوا ان علي حرق الناس ده بدايه حديث ان علي حرق الناس، وقال لهم لا ده اللي عمله علي ده غلط، ولو كنت مكانه لا قتلتهم لان لا يعذب بالنار الا رب النار، ومن بدل دينه فاقتلوه. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه اللي هو مات عنده رسول الله وهو عنده 10 سنين وفي رايه ان هو 8 سنين وما كانش قاعد في المدينه، بيفهم في الفقه عن علي بن ابي طالب اللي هو كان عنده 21 سنه ساعه الهجره وعاش مع الرسول بعد كده 11 سنه، يعني مات والرسول وهو عنده 32 سنه وكان بيتجوز بنته فاطمه وعاش معاه فتره طويله، واعتقد ان هو افهم. انما الحديث سياسي دوله عباسيه بتقول ان ابن عباس افهم في الفقه من علي بن ابي طالب. وزي ما قلت قبل كده يعني انا مش قادر اتخيل اللي هو يعني بيتكلموا عن البخاري وبيدوله قداسه لم يعطيها علماء الحديث، سموه ظن الثبوت، سموه ظن الثبوت، ما سموش قطع الثبوت. ما حد بس يطلع يقول لي ان البخاري قطع الثبوت او ان هم كانوا حديث متواتر، لان حسن حنفي كان له وجهه نظر ان في 300 حديث متواتر. طب يجيبوا لنا 300 حديث متواتر، ما احنا مش ضد احاديث عن الاخلاق، عن الاخوه، عن عن الجار، عن احترام الجار وعن النظافه من الايمان، او عن بتدعو الى الخير من الناس والايثار والتكافل والاخوه. احنا ليس ضد احاديث بهذا الشكل، انما حديث قتل. انت شفت ما صححه الالباني؟ يعني شفت بعض الاحاديث اللي اتكلم عنها الالباني، يعني اغلب ما صححه الالباني ونفى عن نسبه للرسول هي كل الاحاديث اللي حضرتك بتتكلم عنها، كل الاحاديث اللي هي بتتكلم عن الاخلاق والنظافه وغيره قال هذه يعني ضلاله وليست منسوبه للرسول. كمان واكد من بدل دينه فاقتلوه، تخيل بقى. دي مشكله. وبعدين ايه يقول لك مثلا ايه كنا هنصلي زي من غير البخاري. انا جبت في حلقه من حلقاتي، انا يعني عندي حلقات اسمها رفع القداس عن البخاري، جبت باب الصلاه ما فيهوش ولا حديث بيتكلم عن الصلاه، وان الصبح ركعتين وان الظهر اربع ركعات وان الركعه عباره عن سجود وركوع وسمع الله لمن حمده، مفيش كلام من ده، تشهد وسطين تشهد اخرين، مفيش كلام من ده خالص، لان هو مش هيجي سنه 210 هجريا. البخاري اتولد 193 وكان اعجمي وبدا يعمل ايه جمع الحديث وهو عنده 16 سنه، فمن 93 ل 16 سنه فانت بتتكلم في ايه، في 2011 مثلا او 2009 بدا يجمع الاحاديث. طيب 2009 هيجي يقول الناس الصبح ركعتين ودول ركعوا عليه، هو بقى له 200 سنه بيصلوا. انما مش عايز نقول لك النوم في المسجد، الاكل في المسجد، البصاق في المسجد اللي هو بين قوسين يعني التفافه لا مؤاخذه في المسجد فيها 20 حديث. ولذلك انا قلت لهم ما حدش يقول لي كنا هنصلي ازاي من غير البخاري، قلت لهم لا، اللي يقول لك كده قلت له الرد على هذا الكلام كنا هنتف في المسجد ازاي من غير البخاري، اللي هو قال لك المفروض ما تتفش على يمينك ومفروض تتف على شمالك وتفش قدامك، ده البصاق بين قوسين البصاق او بصاق المصري لا مؤاخذه التفافه. لما يجيب لك 20 حديث عن البصاق في عصر، خلي بالك كان هم في ايام المدينه كانوا رمله
والمسجد كان حصى. انما بعد 200 سنه لما راحوا بلاد فارس وبلاد الروم لا، كان في سجاد وكان في مساجد معموله بشكل جيد وكان في قماش، في مناديل يعني بالمصطلح المصري. وبعدين يقول لهم ايه، الرسول كان بيتف في المؤاخذه في الجلابيه ويمسحها، يعني حاجه مش ممكن يعني. جاي انت بعد 200 سنه تقول لهم ازاي نتف في المسجد؟ حتى لو هذا الكلام كان حدث، والنخامه مش عارف ما تبقيش في المحراب، لان هو الرسول لمؤاخذه يعني مسح نخامه من على المحراب، يعني يعني لا مفيش صلاه، مفيش حاجه عن الصلاه. الخناق في المسجد، الاكل في المسجد، الضرب في وهكذا، اللعب في المسجد، كلام في المسجد، ده باب الصلاه في البخاري. روحوا شوفوا باب الصلاه في البخاري وفنطوه كده. الشيخ حنفه التفافه استغفر الله، يعني حاجه مفيش صلاه خالص، يعني باب الصلاه مفيش صلاه. فاقول لهم لا، احنا انا مره حددت شيخ سلفي في المساله ديت وقلت له طب نتراهم انك تقدر تجيب لي حديث واحد عن الصلاه، وبعد فتره كبيره من المراوغات الكتير جاب لي الحديث اللي هو بتاع صلوا كما رايتموني اصلي. طيب خلاص ما الناس كله يبقى وبعدين يجي يقول لك ايه السنه، هو يعني تعريف السنه هي كل قول او فعل او تقرير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايه علماء الدين الاسلامي نفسهم او ما يسمى علماء الدين، يعني وان كان موضوع الدين علم ده عايز نقاش. وكان صديقنا مؤمن محمدي كان عامل حلقات كده اسمها هل الدين علم، وبيحاول يتكلم فيها، ممكن برضه الناس تبحث عليها على النت، كان كلام كويس. فالفكره ان هو لما جم علماء الحديث يعملوا هذا العلم، انا بسميه علم الغيبه والنميمه، ان انت جاي تجيب لي فلان ده كذاب، فلان ده بينسى، فلان ده كذا، والكلام ده بيعلن لان بيسجلوه علماء الحديث. فانا مثلا كسامح اعرف ان الراوي قال عليا ان انا كذاب وبنسى وبتاع، ما تاخدوش مني الحديث. فانا يوصلي الكلام ده، نروح انا قايل ده هو اللي بيزتين كذا وكذا وكذا وكذا، فتفاجئ ان مفيش ولا واحد ما تجرحش. في حاجه اسمها بيسموها السلسله الذهبيه، نافع عن ابن عمر وعكرمه عن ابن عباس، دول اقوى اتنين بقى ايه في علم الحديث. يوم الاثنين دول نافع عن ابن عمر ولاد عمر يضربوه، ولاد ابن عمر عبد الله بن عمر يعني يضربوا نافع بعد ابن عمر يموت ويقولوا انت كنت بتكذب على ابونا، وولاد ابن عباس يضربوا عكرمه بعد ما ابن عباس يموت ويقولوا انت كنت بتكذب على ابونا. ومره واحده واحد من الموالي، والموالي دول كانوا يعني للاسف الشديد يعني الاسلام يجي يقول لك ايه، ليس لا فضل العربين على عجمين الا بالتقوى، ويقوم جاي العرب بعنصريتهم وطائفيتهم يقول لك لا، المولى لا يكافئ العربيه، المولى مش اللي هو عبد، لا المولى اي واحد فارسي، كان بيسموه موالي، كانوا بيسموه الايه الموالي. فلما واحد مولى اتجوز عربيه راحوا للفقيه او يعني زي عمده المدينه فسخ الجوازه وقال لك مفيش كفاءه بين الايه يا عم، واحد بيحب واحده واتجوزه انت مالك اهلك، لا راحوا ايه فاسخين الجوازه ومركبينه حمار بالمقلوب ويمشي يضربوه ازاي ان هو ايه يتجوز واحده عربيه، يعني ان هو مش كفء العربيه. هو الاسلام جاي يقول الناس سواسيه كاسلام مش ولا فرق العجمين على العربيه والتقوى، ولا انت تيجي تقول المولى ولا. وعمر كان رافض انه يدخلوا المدينه ما عدا اللي هو قتله ابو الاولى المجوسي، لان ده كان صانع وحداد ماهر، وكان المغيره بن شعبه كان ده عبد عنده اللي هو ابو الاولى المجوسي، فكان بيدفع له دينار في اليوم، يعني دينار ذهب، دينار دول 4 جرام ذهب، يعني بالوضع بتاع النهارده 12000 جنيه يعني. فكان المغيره بن شعبه يعني استسمح عمر بن الخطاب ان لا يخش المدينه لانه هيجيب له فلوس. وبعدين مره وعمر بن الخطاب ماشي في السوق، فابو الاولى المجوسي بيشتكي له من المغيره بن شعبه، قال له دينار كتير قوي ياخد نص دينار ولا حاجه، انا بشتغل وبكسب وبتاع. قال له يا عم انت مش حداد وبتكسب والدنيا وكلام من ده وبتعمل رحايات وبتعمل كذا، وانا عايزك تعمل لي رحايه حاجه كده يعني كما تقول المرويه يعني. فقال له انا هعمل لك رحايه يعني تسمع بها المدينه. فحد من الناس يعني فهم ان الجمله دي انها تهديد، وفعلا ايه بعد كده ابو الاولى المجوسي قتله في المسجد، في المسجد. والهرمزان اللي هو قال له حكمت فعدلت فنمت يا عمر، اللي هو تحت الشجره اللي دايما بيقولوا على المنابر، الهرمزان ده كان متهم بقتله او بالتعريض على قتله، وان هو اللي عطى فلوس لابو الاولى المجوسي او دعمه او جاب له السلاح او السيف المسموح او ما شابه ذلك. فجه حتى عبيد الله بن عمر راح قاتل الهرمزان وقاتل ابو الاولى واحد تاني بالشبهه، يعني بمجرد ان هو سمع ان هو ممكن يكون ايه الهرمزان محارب وما شابه ذلك.
رغم انهم كان المفروض يترك الحاكم وينفذ الحكم ويبقى فيه محاكمه وفيه شبه، انما ايه قتلهم وبعد كده عثمان عفى عنه، قال لك يعني ما يبقاش الراجل عمر تقتل الخليفه ونقتل ابنه كمان. فانا قصدي الشات الموضوع ان لابد ان هو يصنع فقه جديد يتناسب مع العصر. انا حتى كنت فاكر مره كنت في كواليس حلقه بتكلم مع مش عارف كان اسمه مهندس اشرف ايه كده، كان بتاع حزب النور، بقول له ايه المانع ان احنا في العصر الحديث خطبه الجمعه الناس تستخدم يعني التكنولوجيا، يجيبوا مثلا باور بوينت ويبقى في شاشه بيشرح عليها او بيعرض عليها سلايدات كده زي ما الناس بتعرض في المؤتمرات والمحاضرات، او يعرض فيلم تسجيلي ويعلق عليه. فانزعج جدا يعني، هو ايه عايز يبقى الناس ايه يعني؟ انا مش قصدي مش بفتي فتوى يعني، قصدي ايه الناس تفكر، الناس تفكر ازاي نحل مشاكل. وزي ما انت قلت انا وجهه نظري شخصيه، الناس لازم بتحج وتدفع 300,000 يعني اولى بيهم فقراء مصر، يعني مصر فيها فقراء كتير. شوف حد من اهلك عايز يتجوز ساعده، واحده عايزه تتجوز يا عيني، في اسر كتير جدا بيتقدم عرسان لبناتها وبيرفضوا، مش بيرفضوا لحاجه، بيرفضوا ان هم ما عندهمش فلوس يجهزوها، لان في عرف بيحكم الشارع المصري في تجهيز البنت او يعني حسب كل مكان في مصر بيختلف، بس في النهايه بتدفع لها 200,000 يعني حاليا البنت عشان تتجوز. فاحيانا يكون ابوها معهوش فلوس يجهزها، فما يجهزوا البنات دي افضل من الحج، افضل عند الله من الحج، او حتى افضل من بناء المساجد. انا بشوف في بهرجه في بناء المساجد، وبناء المساجد في اماكن، انا مدينه زي اكتوبر او الشيخ زايد بشوف بناء مساجد في اماكن ليس فيها سكان، المسجد احيانا بيتقفل لان مفيش مصلين. طب ما انت كان الاولى وحده صحيه، كان الاولى تعمل حاجه اجتماعيه، تعمل جمعيه مجتمع اهلي تساعد الناس، يعني في حاجات افضل كتير واولويات لازم الناس تفكر فيها. ده لدرجه ان هو في مكان في احد الاماكن الجديده في اكتوبر كان المكان ده وحده صحيه، ولان العمال عملوا فيه مصليه في الاول كده جنب الشغل وبيصلوا فيه، قال لك بس لا الناس صلت فيه يبقى مسجد، ويروحوا رايحين لجهاز المدينه مسجد ياخدوا موافقه على طول. يا جدعان موافقه ايه؟ ده المكان ده وحده صحيه، واصلا بينه وبين المسجد اللي جنبه مفيش 200 متر. ليه مسجد؟ ما تخليه وحده صحيه وفي مسجدين تانيين قريبين. انما يقول لك لا ما انا ما اقدرش كجهاز مدينه يقول لي بمسجد وما وافقش عليه هيكفروني وهيقول لك مساجد الله وبتاع وكلام من ده وهيعمل لك مصيبه ومشكله. فلا، في ايدي مرتعشه في فقه الاولويات. وزي ما قلنا لابد ان هو الازهر، انا كنت في حلقه مره كان عند وائل البراشي وكان معايا ثلاثه من دكاتره الازهر، وكلمتهم عن ثلاث حاجات يعني، قلت لهم موضوع الغزو ده وموضوع الخلافه لابد ان هم يردوا عليه ويرفضوه او ما يسمى جهاد الطلب، وقلت لهم موضوع الحد الرده لازم تطلعوا فتوى ترفضوا ما يسمى حد رده، ومفيش حد رده، وده حديث ظن السهول يعني بمنتهى البساطه ترفض الحديث والموضوع منتهي. اللي يرفض احاديث الاحاد ايه؟ ما عليهوش حاجه. ده الكلام اللي قاله محمد الغزالي في كتاب السنه بين اهل الفقه واهل الحديث، ولذلك السلفيين كفروه بسبب هذا الكتاب. يعني حتى محمد الغزالي رغم اختلافي الكبير معاه يعني لم ينجو من التكفير. عبد السمور شاهين اللي هو لما لقى ان مفيش عقوبه للرده في مصر وكان متضايق من نصر حمد ابو زيد ومكفرينه، فراح رفع عليه قضيه تفريق بينه وبين زوجته. ده ايه ده؟ ايه والنبي ده؟ وفعلا المحكمه، المشكله مش انه رفع قضيه، المشكله ان المحكمه حكمت. يعني انت ازاي هتفرق بين واحد وزوجته؟ انا مش فاهم يعني، حاجه غريبه جدا يعني. وراح عبد حضرتك وراح عبد السمور شاهين بعديها فتره كفر، لانه عمل كتاب طبعا. اسمه ابي ادم، عمل كتاب اسمه ابي ادم، وقال ان ايه، ان سيدنا ادم ليه اب وام، وان في فرق بين البشر والانسان العاقل وحاجات زي كده. لما قعد مع ناس علماء بيولوجي يعني وعلماء انسانيات وقالوا له لا مفيش حاجه اسمها ان بدايه الناس من ادم، والعلم اثبت ان في انسان الترندال، واخر حاجه اكتشفوها بالكربون الاسود ان لقوا هيكل مستقيم القابه من 7 مليون سنه، كان اخر حاجه لقوها مش عارف 4 مليون او 5 مليون، انما من سنه كده لقوا هيكل عظمي مستقيم القامه، فلما حللوه لقوه 7 مليون سنه. طب انت هتجيب دول منين؟ إيه؟ سيدنا ادم باقصى تقدير يعني كان حصل خلاف، كانوا طلعوا محمود سعد اذا كان عبد الصبور شاهين او زغلول النجار، وقال له ان ادم 35,000 سنه اللي هو يعني عمر الانسان العاقل،
فرد عليه زغلول النجار قال له لا ده 100,000 سنه، قال له جبتها من اهل مرجع دي، فقال له لا ده في مرجع ومش مرجع. يا عم خليها 100,000 سنه بلاش 35 بتاع عبد الصمد شهيد، خليها 100,000 سنه. طب هتعمل ايه مع الكربون الاسود اللي جاب لك انسان مستقيم القامه قال له 7 مليون سنه، وقال لك احتمال الخطا في الكربون الاسود ده 50 60 سنه، 100 سنه، مليون سنه، خليها مليون سنه نسبه الخطا، يعني من 6 مليون سنه في انسان مستقيم القامه. فكان لازم عبد الصبور شاهين يوفق ما بين العلم والدين، يوفق ما بين العلم والدين. وفكره ان هم يصروا على الفقه القديم وما يعدلهوش هيبدا العلم يصطدم بالدين صدمات كثيره جدا. يعني فكره ان هو ان سيدنا ادم في مروية البخاري انه كان 60 ذراع، 60 ذراع مين؟ كل العلم اثبت مفيش هياكل عظميه، اول حاجه 60 ذراع دي. النقطه الثانيه يعني الديناصورات اللي هي كانت شويه كبيره شويه انقرضت ما اقدرش تغذي نفسها. النقطه الثانيه ان هو بعلم الرياضه لو واحد 60 ذراع، الذراع مش عارف 60 سم يعني تتكلم في 20 متر، لو وقع دماغه هتتكسر. يعني لو كعبلت في طوبه انت اعمل نص دايره كده، مستحيل الانتصاب في حد ذاته، بس يعني حتى لو وقع فعلا هيتكسر. وقع اكيد وقع من ربع دور يعني هو لو واحد كعبل وقع اكيد وقع من ربع دور، دماغه هتتدشدش ومفيش يعني الهيكل العظمي. يعني فانا قصدي العلم هيصطدم بالدين، او حتى نقول بلاش الدين اللي هو النص القراني، ممكن النص القراني يتأول او انما مع المرويات الواضحه ان ادم 60 ذراع، او ان الشمس كانت بتروح تحت قدم الرحمن، او ان الارض مركز الكون والشمس يعني بتلف حواليها مش احنا اللي بنلف، او حتى فكره ان دي سماوات واحنا نكتشف بعد كده ان هو مفيش سماوات ولا حاجه، ده كلها مجرد غلاف جوي، مجرد مجموعه من الغازات، وان اللون الازرق ده مجرد انعكاس ضوء، والناس اللي فاكره في سماء بعد سماء بعد سماء، ويجي في المعراج يقول لك خبطنا على اول سماء وانتم مين اللي هناك، وقال معايا مش فلان واطلع جبريل، يعني ايه ده؟ يعني اللي هي روايه المعراج الخرافيه اللي بيروها. ف هيقول لك طبعا منكر المعراج، على فكره منكر المعراج ليس عليه شيء، ليه؟ لانه حديث احاد، انما يعني ممكن يكفره منكر الاسراء، وان كان الاسراء نفسه مختلف فيه هو بالروح ولا بالجسد ولا كان حلم ولا كان حقيقه، المهم يعني ايه؟ يعني ايا كان، بس روايه المعراج روايه خرافيه، ان في سماء وبتخبط وحد بيرد عليك وبيقول لك مين وادخل وعدي وبتاع وكلام من ده، وبعدين نسمع صرير الاقلام، صرير الاقلام اللي هتسمعه وكان ربنا بيكتب ماسك جورنال، يعني ماسك ورق ويكتب، يعني حاجه يعني حاجه يعني مش اساطير خيال. خيال. وبعدين مع العصر الحديث ومع العلم، انت لو سالت اي حد دلوقتي مش هينفع، لو سالت اي حد من العيال الصغيره دي انت مؤمن ان في فضائيين، هيقول لك مؤمن، ده في فضائيين من كتر الافلام اللي شافها، بقى عنده قناعه ان في اكوان اخرى. بس هو الفكره ان العلم ما وصلش ان هو بسرعه معينه تقدر تخلينا نخرج ونروح المجرات الثانيه، ان هو مقتنع تماما ان لازم في اكوان اخرى. لو سالت عيل عنده 3 4 سنين، لان هو في الجيمز بيجي له فضائيين، وفي ده بيجي له في كرتون بيجي له فضائيين، فاصبح الفضائي عنده حقيقه مطلقه ان في اكوان اخرى وما شابه ذلك، مش احنا الكون لوحدنا وان احنا الارض والشمس بتلف حوالينا. فانا قصدي هيصطدم العلم بالدين، لازم تطوير العقليه. واللي مخلي الكنيسه الغربيه مستمره انها طورت من نفسها وغيرت فتاوى كتير، وبحث الطلاق، ومش عايز نقول حتى بحث الشذوذ وما شابه ذلك والمثليه، ولكن يعني بشكل او باخر توافقت واعتذرت عن الحروب الصليبيه، واعتذرت لليهود، واعتذرت لكل الناس، قدمت وحتى عزارات. روايتهم اقتصرت يعني على الاخلاق والحاجات اللي زي كده، ما عادتش زي الاول. انا حتى لما حضرتك كنت بتتكلم على تطوير الفقه او تطوير الخطب او غيره، هو انت احنا لو بصينا على الكنيسه في اوروبا، لا هي اختلفت حتى في الاداء وفي الروايه. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بمناسبه بناء المساجد او التصريح بالمساجد او غيره. هو حضرتك، انا يعني السؤال ده مهم اساله لحضرتك، حضرتك شايف انه علشان يتم تغيير المجتمع دوت، هل التغيير ممكن يجي من الطبقه اللي تحت، يعني الطبقه العريضه اسفل الهرم، ولا لازم يكون في قناعه يعني ثابته وراسخه في راس الهرم، وهو اللي هيقدر يغير؟ انه ممكن من السهل جدا انه ما يديش بسهوله التصريحات بتاعه بناء المساجد. حضرتك شفت كده مثلا لما كان في قناعه يعني ثابته عند راس الهرم، لما يقول لك انه تحديد النسل او غيره لانه ده مضر او غيره، او اشياء كتير، او الخلع، ايا كانت الافكار اللي كانت عندهم، في النهايه هم اثبتوها وقدروا يقروها، وبعد فتره من الزمن ده يبقى مستقر والمجتمع هيقر
وهيبقى يعني ثابت في اذهانهم، وده حصل في دول كتير وحضرتك عارف دوت. فانا بسالك سؤال بدون يعني ما اكون قدمت مقدمه للاجابه، انا اللي اقصده بس هو حضرتك شايف ان التغيير هيجي من تحت ولا من فوق، او الاسرع اللي يوصلنا ايه؟ اتفضل. بص، يعني طبقا لكل كلام الحكماء او فلاسفه او افلاطون، ان دايما المجتمع فيه عوام وفيه نخبه، يعني والنخبه هي من تغير. النخبه دي لا تتعدى 5%، حتى المجتمع الامريكي، يعني حتى المجتمع الامريكي الاعلام هو بيأثر فيه وما شابه ذلك. والعوام مش معناها ان معلش هو معلش سامح بيه، النخبه تقصد ايه بالنخبه؟ اتفضل. تاني اللي هو بيسموها صناع الحياه، او يعني ال 5% مؤثرين اللي هم لهم يعني عندهم قدره على التفكير وعندهم قدره على تغيير الاراء والتاثير في المجتمع عن طريق الاعلام. تمام. عن طريق الصحافه، عن طريق الكتابه، اللي هم مثلا 5% من المجتمع. تمام. اللي هم يعني ما تقصدش السلطه هنا؟ لا لا، مش وقت السلطه، مقصود النخبه بشكل او باخر، لان السلطه لوحدها لا تكفي، انما السلطه اداه، انما لازم يكون معاها نخبه مؤمنه بالفكره. وفكره ان المجتمعات عوام الناس زي ما انت قلت كده، الخلع الناس ما كانتش مقتنعه بيه لما تصدر الشاشات وكل النخبه اتكلمت عنه، بما فيها الازهر طبعا، خلاص الناس سلمت. لما اتكلموا عن تحديد النسل او تنظيم الاسره مع الوقت ومع الالحاح، الالحاح النخبه كلها انها متوافقه عليه، خلاص الناس سلمت. فانا قصدي سواء المجتمع الامريكي او غيره، وزي ما قلت اللي هم العوام مش معناهم اللي هم لا يجيدون القراءه والكتابه، وهي نسبه كبيره في مصر. حتى الطبيب، حتى المهندس، هو في النهايه واحد مهندس مدني حياته كلها في المعمار، ولم يقرا كتاب، ولم يوسع من مداركه، ولم يوسع من معارفه. انما انا اقصد ان النخبه القارئين سواء للروايات، المتابعين للحركه الفكريه، للحركه الثقافيه، مش لازم الكتاب نفسهم، الكتاب ومن يقراوا له بنهم، او من يقراوا لهم بمتابعه، يعني اللي بيتابع الجرايد او بيتابع الصحافه او بيتابع اقوال الكتاب، ده يعتبر من النخبه اللي هي 5%، لان الكتاب نفسهم ما يجوش 1%. الكتاب او اللي بيقدموا محتوى على السوشيال ميديا سواء بوسطات او ما شابه ذلك، قول 1%، ولكن 1% دول في 5% بيقراوا لهم وبيتابعوهم وبيكونوا وجهه نظر، وبعد كده دول بيقعدوا بقى على القهاوي وعلى المصاطب بيأثروا في بقيه العوام بتوع الناس. فالفكره، وانا قلت لهم قبل كده لما يسالوني، او كنت في قناه مره طلعت مع عمرو اديب وكلمت له، قلت له المجتمع يتغير في 5-6 سنين؟ لا مش شويه. قلت له لا مش شويه. لا، قلت له لان في ادوات عند الدوله مش قادره تستخدمها لغايه دلوقتي. قلت له انت عندك 25 مليون طالب ملتزمين في تعليم اجباري، كله لازم يروح، حتى بتاع مدارس اللغات ما عدا مدارس الانترناشونال اللي هي مدرسه مستقله شويه، وان كان حتى مدارس الانترناشونال المصريين بيجبروهم ياخدوا وطنيه ولغه عربيه من المنهج المصري، ما دام هو مصري الجنسيه يعني لازم ياخد عربي ودي. فقلت لهم بسهوله المناهج دي تتغير وتحط فيها تفكير نقدي، وتحط فيها ابحاث تعمل عصف ذهني. قلت له تقدر تغير الجيل الجديد ده اللي هو عندك من اول كي جي 1 لغايه ثالثه ثانوي، طلعوا طريقه مختلفه. وعلى فكره في الجيل اللي قبليه بسنتين ثلاثه كان في روايه اسمها الشيخان، كانت اجباري على ثانويه عامه، كانت بتاعه تحصين. فالشيخان دي كانت بتتكلم طبعا عن عمر وابو بكر، وكان بيتكلم عن حروب الرده، وجاي بقى الصراع على السلطه، يعني جاي برضو الزهد والعدل وكلام من ده، بس في نفس الوقت جاي بالصراع على السلطه وخالد بن الوليد، وازاي ان هو قتل ملك بن نويره عشان مراته وحط راسه تحت القدر او جمجمته، وازاي عمر بعد كده عزله لانه كان يعني مش مطمن له، والصراع على السلطه والخلافه حصلت ازاي. فدي كانت بتخلي العقليه اللي بتقرا شويه فاهمه ان الخلافه دي ما كانتش حاجه يعني نقيه، او النقاء اللي هو بيدعوه الاسلام السياسي، لغوها بتوع الاسلام السياسي واعتبروها ضد الدين، رغم ان كل اللي جابه من الطبري ومن السعدي ومن الكثير ما جابش حاجه من الاثير، ما جابش حاجه من كتب الشيعة، ده الكلام ده كله موجود في كتب السنه، ورغم ذلك اعتبروها ضد الدين. ليه؟ لان كان في رغبه بجعل الخلافه دي حاجه براقه، حاجه ناصعه، وبيسموها الهجره الحقبيه. اتكلمنا كان عدل عمر وعدل ابو بكر وشويه المواقف كده اللي هي ايه، بعض المرويات اللي هي يعني بيعتبرها عظيمه بقى، يعني اخطا عمر ومش عارف ايه، وامراه يعني اصابت امراه واخطا عمر، وشويه روايات كده بتبين ان هو كان عصر براق وعصر جميل، لان كان فيه سلبيات كتير جدا. فلما هو يعني بين الصوره الكامله، طه حسين في روايته اعتبرها ضد الدين، وجابوا له عقبه بن نافع. عقبه بن نافع لغايه دلوقتي موجوده بتاع جهاد الطلب اولى اعدادي، بس خلوها بدل ما هي اجباري خلوها دراسه، والمدرسين بيشرحوها بقالهم سنين، وبيتكلموا عن جهاد الطلب والغزو
هو كده اقول لك اخو نافع انا قمت على الجهاد والغزو الاسلامي والجهاد والغزو في البيت كده يعني يقول اعدادي وتاني اعدادي بتدرس الحضاره الاسلاميه بوجه النصر البراق ما بيجيبوش السلبيات ما هو لما انت تقول بس الايجابيات انت بتتكلم عن بتكذب بتضل الناس ما بتديش الصوره الكامله لازم تدي الصوره الكامله المطلوب ان انت بقى تدي صوره كامله للتاريخ عندك تاريخ وعندك فلسفه ممكن تحط فيها علم الكلام ممكن تحط فيها اراء الفلاسفه ممكن تقول تاريخ الفكر الانساني وتطوره ممكن تعيد تشكيل العقليه المصريه لان صناعه المناهج دي مهمه جدا هل عملوا كده في العشر سنين فاتوا للاسف الشديد ما عملوش هل الاعلام عمل افلام تاريخيه قويه غير بقى احمد مصر وصلاح الدين ايوبي بالشكل اللي اتعمل واتعمل افلام تاريخيه يتصرف عليها كانتاج كبير بالسهوله يعني رحله الدم بتاع ابراهيم عيسى او روايات يوسف زيدان دي لو اتعملت افلام هتغير التفكير يبقى انت عندك الاعلام عندك الثقافه دي النخبه المؤثره اللي بتصنع الفيلم صناع السينما دول نخبه مؤثره الاعدام اتلغى ليه في اوروبا وبدا يتلغى في معظم ولايات امريكا بالسينما ان هم جابوا افلام ازاي ناس اتعدمت بشكل حقيقي يقول لك الاخر دي قصه حقيقيه وبعد ما اتعدمت ثبت براءتهم بعديها ب 20 سنه وبعديها ب 30 سنه لما المجرم الحقيقي ارتكب جريمه ثانيه فبيحققوا معاه فاعترف بالجريمه الاولى ف يعني والاسلام بيقول لك ايه ان تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه وان الحدود تدرأ بالشبهات فيعني ده الاسلام ذاته فلذلك لغوا عقوبه الاعدام يبقى السينما اثرت ان خلت المجتمع يقبل على استبدال حكم الاعدام بالسجن مدى الحياه وانا شخصيا ضد حكم الاعدام ومع السجن مدى الحياه لانه فعلا زي ما قلنا حتى في عصر البلبله وفي عصر كده ممكن يحصل قتل بالشبهه او ممكن ما تبقاش واثق ان الاعترافات دي اتخذت بشكل حقيقي ولا انتزعت تحت ضغط يعني الاستبداد وما شابه ذلك وارد كل هذا يحصل فيبقى الاولى والاوثق ان انت تستبدله بحكم مدى الحياه واعتقد ان انت لو عرضت الكلام ده على الاسلاميين اول ناس هيطالبوا بيه لانهم بيدعوا وممكن يكون ادعاءاتهم بعضها صحيح ان كثير من الناس اعدموا بغير واقع حق او تحت الاعتراف او ما شابه ذلك فليه ما نتفقش على الغاء حكم الاعدام في مصر وما شابه ذلك يعني قصدي لازم نغير الفقه لازم نطلع فقه جديد فقه جديد يتناسب مع العصر ويتوافق مع العلم ولا يصطدم به ولو اصر الازهر على التراث الكلاسيكي او الاسلام الكلاسيكي هيصطدم بالعلم هيصطدم بالناس نسبه الملحدين هتزيد نسبه المتشككين هتزيد هيفاجئوا بتسونامي ربما يضيع الاسلام تماما الحل ان هم يتواضعوا شويه ويميلوا على الريح ويغيروا الفقه ويحدثوا انما ما تيجيش تقول الحمل اربع سنين الخلاف بقى ايه هو الاربعه ولا ثلاثه ولا خمسه ده الخلاف بتاع الفقهاء لدرجه ان انا بشوف وانا براجع الفيديوهات لقيت فيديو لعلي جمعه ومعاه المذيع بيقول له دلوقتي طب نفترض يا مولانا ما هو بيقول لك الحمل اربع سنين ان واحد قعد في الخليج خمس سنين ما شافش مراته اربع سنين ما شافش مراته ورجع بعد اربع سنين ولقى حامل ايه لا انت حامل منين يا ست قالت له منك ما انت كنت ايه عامل معايا علاقه قبل مسافه اربع سنين فقال له ده يبقى ايه يعترف بالولد قال له طبقا للشرع الاسلامي ابنه انا اتفرجت على الحلقه دي فانت بتصطدم بالعلم صدام رهيب يعني انت الطالب بيدرس في كليه الطب يعني لو طالب في الازهر درس الفقه في 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 في, في ثالثه ثانوي ان هو الحمل ينفع اربع سنين وخبره فقط ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ويروح يدرس في كليه الطب ان اكتر من يعني وسع ان اكتر مش عارف من تسع شهور او مش عارف 280 يوم العيل يموت درس في الطب كده ودرس في الفقه كده فانت لو اصرت ان الفقه كده واصطدم بالعلم ده لدرجه انا مره بكلم واحد ازهري بيؤكد لي ان نسبه الملحدين جوه جامعه الازهر اكتر كتير بين الجامعات العاديه قلت له قال لي من التعارض اللي بين الفقه اللي بيدرسوه والتدني الاخلاقي اللي موجود في الفقه وبين الواقع المعاش ويقول لك بقى اعاره الفروج او اعاره النساء وبيتكلم عن جواز المتعه وان هو تيجي اللي هو الراعي والمراه اللي هي ايه يعني لا عشان اديكي ميه لازم يعني انام معاكي فتوافق مره ثانيه ثالثه فايه يروحوا العمر تشتكي له لا لا طب انت كده خدتي مهر ما الميه دي اكنك خدتي المهر فده مهر وده مهر وده مهر واجاز الزواج يعني اعتبره زواج
او ان ابو حنيفه فكر ابو حنيفه بن حنبل باين قال لك ان المراه المومس يعني المستاجره للزنا لا تعاقب يعني حاجه جزاء زي كده يعني. فيعني انا قصدي انت بتتكلم في هو بيسمع عن فقه ضد العلم وضد العقل وضد المنطق وبيروح يدرس في كليه طب او هندسه علوم طبيعيه تعارض هذا الكلام ده لسه لغايه دلوقتي في سلفيين شايفين ارض مسطحه ايوه طبعا والارض مش كرويه فيعني يعني اعتقد ان هو احنا محتاجين لصناعه فقه جديد يتواكب مع العصر وخلي بالك هو لما بيتزنقوا ما في احاديث غريبه جدا يعني 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 دون يعني التطرق لنا كنت عن حديث كتير انما صعب يقول لك بقى ايه لا انها اصلا وضعت في البخاري بس ليست على شرط البخاري الله وانها حديث مكرره وان حديث مش عارف موقوفه زي حديث رجم القرد الزاني وبتاع هو ما رواهوش الرسول ده رواه واحد من الصحابه اسمه ميمون حتى انا حتى استغربت ليه دايما يسموا القرد ميمون اتاري الصحابي اللي روى الحديث بتاع القرد الزاني كان اسمه ميمون فقصدي يجي يقول لك ليست على شرط طب انتوا جدعان بقى لكم في جامعه الازهر دي 1000 سنه وطلعتوا 50000 شهاده دكتوراه مفيش واحد عملنا شهاده دكتوراه كده طلعها وطبعها بيقول لنا ايه الحديث اللي في البخاري اللي ليست على شرط البخاري ايه هي الاحاديث اللي في البخاري موقوفه ايه الاحاديث اللي هي ضعيفه وظنيه الثبوت وما شابه ذلك ايه احاديث متواتره ما بتعملوا بتعملوا شهاده في ايه انا عايز اعرف بتعملوا رساله دكتوراه في ايه وخلي بالك تبقى بيقول لك القانون بتاع سنه 61 لحته تنفيذيه نزلت 62 بتاع الازهر بتاع عبد الناصر لغى هيئه كبار العلماء وعمل مجمع البحوث الاسلاميه ومجمع البحوث الاسلاميه ده كان من ضمن لائحه القانون انه دوره تنقيه الشوائب والضلالات اللي موجوده في التراث ده دوره اللي موجود في اللائحه التنفيذيه طيب مجمع البحوث الاسلاميه ده من سنة 62 اللائحة التنفيذية لغاية دلوقتي 22 سنة بيقبضوا مرتبات لأنهم أعضاء في لجنة البحوث الإسلامية في ال 62 سنة دول طلعتوا لنا دراسة المفروض كل سنة تطلع لي دراسة هي الشوائب والضلالات اللي أنت نقيتها من التراث ده أنتوا بتقولوا ما حدش يتكلم في التراث غيرنا وجدد في بيت أبوك ما تجددش في بيتنا وكلام من هذا القبيل ومصممين على الضلالات وبتثبتوها والشوائب ومتمسكين بيها انتوا دوركم التنقيه ولا دوركم زياده الضلالات بقى نكاح الوداع ومش عارف مضاجعه الرضيعه والكلام فارغ وبول الابل اللي المفروض نتداوى بيه لغايه دلوقتي بول الابل والتداوى بول الابل موجود في البخاري التداوى ببول الابل يا جماعه مش معقول يعني انتوا بتاخدوا مرتبات وبعدين راح جاي بقى العصر الحالي راح مرجع تاني هيئه كبار علماء اللي كان لغاها عبد الناصر بقى اصبحت هيئه كبار العلماء موجوده ومجمع البحوث الاسلاميه موجود وزي ما قلنا لما اتزنقوا الدكتور محمد عباره احد اساطير الاسلام السياسي عمل كتابين مهمين جدا نظرتنا الحديثه بين العلمانيه والاسلام والدوله الاسلاميه بين الدوله الدينيه والدوله العلمانيه اضطر ان هو ياخد براي الامام الطوفي وراي مش عارف مين ابن تيميه تلميذه اللي هو فكرة أن المصلحة مقدمة على النص. طب يا جماعة خلاص ما المصلحة مقدمة على النص الموضوع اتحسن. ما المصلحة بيحسمها العقل البشري، خلاص الموضوع منتهي. يا العقل البشري هو اللي يحكم. بدل ما نتكلم أن المصلحة فوق النص أو إذا تعارض النص مع المصلحة ومقدم المصلحة خلاص الموضوع انتهى. اللي بيحدد المصلحة ليست السماء. اللي بيحدد المصلحة الأرض. الناس اللي موجودة على الأرض، اللي موجودين في البرلمانات، اللي موجودين في الحكومات بنحسب مصلحة. وزي ما قلنا ان الدوله او ان القوانين هي لا تبيح هي تتيح ولا تتيح اللي هو الفرق بين التقسيم والتجريم يعني لما احنا نسمح بالسواحل الشاطئيه لان عندنا اجانب وعندنا سياحه ومن غير السياحه دي اقتصادنا هيقع اصلا واحنا عمالين ننافس تركيا وننافس الدول دي وعندنا سياحه شاطئيه من ضمن السياحه الشاطئيه او حتى سياحه الاثار فلو الصيف الناس بييجوا بالشرطات بتاعتهم وايه ولبسهم فالدوله بتتيح هي لا تبيح يقول لك الدولة حللت الحرام، حللت ما حللتش حاجة، الدولة ما حللتش حاجة. الدولة أتاحت مش أباحت. يعني هي مش دورها الإباحة أو عدم الإباحة. هي دورها الإتاحة. الإتاحة غير الإباحة. من يتيح بقى الساحل الشاطئية، من يتيح الخمور في الفنادق أو بقوانين معينة، من يتيح السياحة بشكل أو بآخر، دي إتاحة وليست إباحة. ده تجريم ولا تجريم، لا ليس له علاقة بالتقسيم. أو إن إحنا من يتيح للقهاوي تفتح والمطاعم و محلات عصير في نهار رمضان
احنا لا نبيح الفطر او الدولة لا تبيح الفطر، هي تتيحه. ليه؟ لان عندك بعثات دبلوماسية، عندك ناس عندها امراض سكر وغيره، وعندك ناس غير مكلفين من الاطفال وغيره، عندك ناس مسافرين يحق لهم الافطار، عندك نساء عندهم اعذار شرعية، فالمدن تفتح بحات العصير وتفتح المطاعم. معنى مش معنى كده انها اباحت الفطر في نهار رمضان، هي اتاحته. انها بقى اللي يصوم ما يصومش، الحاجة بينهم وبين ربنا. فانا قصدي لما نقول المصلحة فوق النص، خلاص الموضوع نزل من السماء الى الارض، او ان التشريع نزل من السماء الى الارض. وده زي ما قلت اللي خلاهم يعني، حتى ان محمد عمارة جه في اخر قبل ما يموت الله يرحمه قال لك لا احنا عملنا تقنين الشريعة الاسلامية، وفي 200 عالم قعدوا وكانوا بيقنوا الشريعة الاسلامية دي من ايام السبعينات، من ايام السادات، طلعوها بيقول لك في ساعة مجلدات. طب ما طلعتهاش، طبعتوها ليه؟ عشان نشوف ايه هو الشريعة الاسلامية اللي طلعتها دي، التقنين اللي انتوا عملتوه ده. وبعدين اذا كان هو الهي مش ارضي، ليه 200 عالم قعدوا 20 سنة اشتغلوا عليه؟ ولما هو فرق فوضى في البلازرة بيقول لي بامون هديبي، فين هي الشريعة وروها لنا عشان نقدر نناقشها مادة مادة كده ونجادلها؟ قالوا لا، ما احنا المطاردات الامنية وبتاع واعاقتنا عن ان احنا نقعد، وانت ما تعمل معانا الشريعة الاسلامية يا عم انت مش. قالوا هنعمل قانون، انا بعمل حزب مش عارف حزب ايه كده كان بيعمله، والمستقبل حاجة زي كده، وهنعمل البرنامج بتاعه. رغم ان ممنوع هضيبي ده قعد 20 30 سنة في السعودية مستشار الامير نايف، وهو كان مجامل عشان ابن حسن هضيبي، فقعد في قصر مكيف وخلصنا على كده وياخد مرتبات، وهو راجل قانون يعني، كان عنده فرصة في 20 سنة دول يطلع لنا قشاشة اسلامية، يطلع لنا تقنين، ما طلعوش. ليه؟ هيقول لك لا يقتل مسلم بكافر، هيقول لك شهادة المسيح لا تقبل، هيقول لك مش عارف المدرس ولا المهرب الحمام ولا المراقب ده لا تقبل شهادته، هو دي شرح هيطلعها لنا. وده كان مستشار وفي القضاء يعني، مش راجل في الطب ولا في الهندسة. وكان في واحد اسمه مستشار علي جريش عامل حاجة اسمها دستور اسلامي، حاجة بشعة، ويقول لك ده دستور من السماء. دستور من السماء ايه اللي انت عامله وتقول الامام مش الامام وطاعة الامام والخروج عن الامام مش الخروج عن الامام وكلام فارغ. وبرضه علي جريش ده قعد في قطر برضه 20 30 سنة. طب انت ليه ما عملتش قوانين اسلامية وانت قاعد في قطر يعني حياة مرفهة لمدة 20 30 سنة؟ ما عرفوش. والكتاب بتاع التشريع ده في الاسلام بتاع عبد القادر عوده كتاب بشع، كتاب يعني لو طلعنا منه مواد وقارناها عن برضو موضوع لا تقبل شهاده المسيحي او لا يقتل مسلم بكافر، حاجه لا تقبل انها تعرض على المجتمع. ولذلك زي ما قلنا موجودين في البرلمان من 84 لغايه 2010 لم يقدموا قانون. كل المشكله روايه اعشاب البحر، الحق الروايه دي ما اعرفش ايه، الحق مفيش السينما مش عارف فاضح ليسرى ولا الفلانه ولا العلانه، ده كانوا بيعملوه على روايه على مش عارف مقال في جورنان على كذا. اللي ما قدموا القانون وقالوا عايزين نعدل القانون الفلاني ما قدروش. ده بشكل عام. انت لو زنقتهم شويه على مساله الشريعه ديت وهي ايه اصل الشريعه وهي من الارض ولا من السماء، هتلاقي في الاخر هتطلع في شنك يعني، وهتطلع من الارض عادي جدا. ما خلاص، وهي بعض الاحكام اللي من القران مش اكتر من كده. انا كنت اتكلمت معاك من زمان جدا، من بدايه معرفتنا، وقلت لك ان انا شفت لك مناظره مش فاكر كانت على قناه ايه بصراحه، وقلت لك كان في شيخ جاهل جدا في المناظره دي، كنت انت وطرف في مقابل الشيخ الجاهل ده اللي انا متذكره كويس، كان شاب ساعتها لسه طالع وبعته الازهر يعني في المناظره دي، ومع دكتور علي الازهري اسمه هو موجود لحد دلوقتي. طلع يعني علي الازهري بيطلع التلفزيون وبقى شيخ كبير وبيفتي. لا ده خلي بالك، لا عشان بس تفهم، الشيخ علي الازهري ده بيقع، انا مش متاكد من الاسم بصراحه، في الاغلب هو ده. كنت انا والدكتور عادل نعمان، وكان هو والشيخ مش عارف طلع مرتين معايا. المهم كان ده هم بيتصلوا بالازهر، بعتوا لنا حد فبعتوا لنا علي الازهري، فده بيتكلم باسم الازهر بشكل رسمي. وانا مره ساعتها وانا مره ساعتها يعني اتضايق مني جدا وانفعل لما قلت له انتوا ليه تجبرونا ناخد يعني الاقل تحصيلا، يعني نقول الاقل تحصيلا بلاش نقول يعني اكثر يعني اقل ذكاء، لان التحصيل مش معناه ذكاء قوي يعني، عشان يبقوا شيوخ. قلت له انتوا دلوقتي التعليم العام في فلتر في ثالثه اعدادي، او في فرز في ثالثه اعدادي، نص الدفعه بتروح للتعليم الفني لانهم اقل تحصيلا يعني، وممكن يكون ميكانيكا افضل من طبيب، ميكانيكي شاطر ولا نجار شاطر ولا صناعي شاطر ممكن يكون احسن من طبيب يعني، والنص الثاني الاكثر قدره على التحصيل بيروح للايه للثانوي العام. وبعدين في الثانوي العام في فرز ثاني ان في ناس بتروح كليات القمه وناس بتروح معاهد سنتين اللي هو فوق متوسط او معاهد 4 سنين. قلت له الازهر ما فيهوش فرز،
كل بتوع ثالثه اعدادي بيخش على الثانوي الازهري وما عندهمش معاهد. طب مين اللي بياخد 50%؟ مين اللي بياخد 50%؟ الشيخ. الدراسات الاسلاميه اصول دين هي اقل الجامعات. فقلت له عند اللي سقط اعداديه 3 4 سنين ونجح بالعافيه او بالغش وراح الثانويه الازهريه سقطوا 3 4 سنين ونجح بالغش يطلع لي شيخ. انفعل وقال لي لا وانا كنت متفوق وانا كنت ما اعرفش ايه وكلام من وانا كنت ضايعين. انا ده الواقع. احنا اقل الناس. الناس دي يعني على اقل تقدير ناس يعني نقدر نوصفهم ان هو الاقل تحصيلا لان مفيش حد جاله طب ودخل دراسات اسلاميه او جاله ألسن او جاله الكليات دي ودخل دراسات اسلاميه. فكلهم كانوا عندهم مشاكل ان هو مش قادر قدرته على التحصيل او ارادته ضعيفه او قدرته على التحصيل اقل وعنده عقده. الناس اللي دخل طب وهندسه فجاه يلاقي نفسه شيخ وعلى المنبر ودكاتره الجامعه قاعدين قدامه وجايين يستفتوا بعد الصلاه يقول له اصل انا طلقت مراتي واصل انا قلت لها كذا واصل انا نرفزتني. فاقول له لا انت كنت غاضب ولا مش غاضب؟ لا ما تتحسبش الطلاق. ويروح براضيه بكلمه بفلوس ولا اعطيله هديه ولا اعطيله اي حاجه. فانت بتتكلم في ايه يعني؟ فموضوع بائس جدا. ده كمان انا قلت مره للشيخ عبد الله دجاكم اللي برده في حلقه قلت له انتوا ارتكبتوا خطيئه. قال لي خطيئه؟ قلت له خطيئه طبعا. ايه اللي حصل في السبعينات؟ كان عندهم 6 معاهد ازهريه او في اقصى تقدير 12 معهد ازهري. السادات طبعا مع الاسلام السياسي وتدفقت اموال الخليج بالاموال البترول يعني بملايين الدولارات مليارات الدولارات. ففتحوا كام معهد ازهري؟ وصلوا 10,000 معهد ازهري حاليا. طب هم بيفتتحوا المعاهد الازهريه دي عندهم مشكله في طاقم التدريس وعندهم مشكله في الطلب. طاقم التدريس جابوا الناس اللي ما اتقبلوش في التربيه والتعليم خدوه دبلوم زراعه دبلوم صنايع مش عارف ايه وكلام من ده خلوه مدرسين. اصلا كنت في ابتدائي ازهري كان بيدرس لنا مدرسين يعني هم الاقل يعني في المستوى يعني في القدره التحصيليه والقدره العلميه يعني حتى خريجين دبلومات فنيه وبقى مدرسين في الازهر. طب الطلبه يجيبوهم منين؟ قال لك طيب خلاص يا جماعه احنا عايزين طلبه. فاول حاجه بقى يعرضوا محفزات ماليه ووجبات غذائيه وحاجات زي كده ومفيش مصروفات. وراحوا كمان جايين قال لك طب اللي في اعداديه ما جابش مجموع جاب 140 درجه من 280 نجح بالحركرك يعني غش ونجح ونجح في الدور الثاني او كان ساقط اعداديه ونجح في الاخر. فده بقى يخش زراعه او يخش صناعه هاتوا الازهر. فخلوا كل راسبين الاعداديه او كل اللي هم الاقل تحصيلا يروحوا الازهر. اللي هم حاليا بقوا المشايخ ودكاتره الجامعه في الازهر كلهم كانوا الاقل تحصيلا او فاشلين اعداديه. فانتوا ارتكبتوا جريمه في حق المجتمع. قلت له ايه المانع ان انت تلغي التعليم القابل الجامعي ده وتاخد من كل من كل الطلاب وتقول بقى هاخد اصول دي 90%؟ هتلاقي ان انت هتفتح على 700,000 طالب بدل 100,000 طالب بتوعك دول اللي هم خريجين السنه الازهريه. انت الدفعه بتاع الثانويه العامه 700,000 على 100,000 بتوعك 800,000. فهتفتح الدنيا على مصراعيها وتاخد طلبه قليلين. ليه تفتح لي 50 اصول دين في 50 محافظه في مصر؟ ما تفتح كليتين اصول دين وتاخد ناس متفوقه وناس جايبه 90%. هتلاقي بدل ما تبقى محصور في طلبه الازهر بس وعامل لي 20 كليه اصول دين ولا كليه شرع وقانون وعاملها 50%. فيعني وضع بائس يعني. منظومه محتاجه شغل كتير. انا لما سالت حضرتك على فكره انه التغيير يجي من راس السلطه ولا من يعني الارضيه او يعني لا لما قلت لك التعليم يبقى راس السلطه. هو التعليم ده تمام. والاعلام راس السلطه بس النخبه عليها دور. تمام تمام مفهوم. الاول بتروح مع الايه النخبه من ضمنها صناع السينما وصناع التعليم. مفهوم طبعا مفهوم ثقافه. انا بس اللي كنت عايز اقوله انه ان راس السلطه نفسها او النظام اللي بيحكم بالعموم يعني ما اقصدش اي نظام بالتحديد بالخصوص يعني لما يكون قناعاته هو نفسه انه بدايه هو لو حضرتك بصيت مثلا على العاصمه الاداريه وانا ما اقصدش النظام ده تحديدا انا اقصد اي نظام برضه بس انا بديك شاهد او دلاله يعني لو تيجي تبص على العاصمه الاداريه اول حاجه تم فتحها في العاصمه الاداريه هو مسجد الفتاح العليم تقريبا والكنيسه الكبيره الموجوده في العاصمه ودي اللي تم فيها الكنيسه تم فيها العيد والمسجد تم فيه صلاه العيد برضه اللي هو يعني عيد المسلمين وعيد المسيحيين. فالعقليه نفسها بتاعت النظام او السلطه اللي بتدير الدوله هي بتفكر بالطريقه دي. ده بالنسبه لانه التغيير صعب لو ما كانش راس السلطه نفسها عندها افكار مختلفه.
في سؤال لا لا شوف لا تاني حته انا عندي اتفضل. لا هو قناعه السلطه مع التجديد يعني قولا واحدا وده القياده السياسيه اللي تفكر بره، ولكن هو المشكله ان هم يعني برضه ساعات بتبقى ايدي مرتعشه ان هو بيتهموهم انهم بيهدوا المساجد وان هم ضد الدين وهم ضد الاسلام وهم فعلا هم بيبطنوا الترع، لازم يهدوا المساجد اللي على الترع دي، ما هتعمل ايه؟ ما انت هتبطل. فعشان يرد على هذا الكلام يروح عامل حاجه مضاده يعمل جامع بهذا، وبعدين ده عمل جامع تاني اسمه الجامع الكبير. لا يعني انا ضد هذا الكلام طبعا، يعني هو دلوقتي عن ساعه الجامع الكبير اخر تصريح ان في 500 اسره ساكنين في العاصمه الاداريه الجديده او مش انت بتتكلم عن 2000 واحد يا عم، ماشي يعمل مصليه صغيره لما الناس تبقى 5000 يعمل حاجه تكفي 5000. لا طبعا انا ضد الايه، انما هو زي ما قلنا هو الدوله بتهاجم انها ضد الدين وضد الاسلام وضد كذا، فبيجي يقول لك لا ده انا هعمل ايه اكبر جامع، ده جامعين كبار، ده هو غير الجامع الفتاح العليم. ايوه صح الجامع الكبير الثاني مش عارف اسمه الجامع الكبير. يا عم ده جامع خالص. ايوه صح، اعمل مصليه صغيره، اعمل زاويه، اعمل جامع يا عم 100 متر. لا يعني انا ضد طبعا الايه البذخ في هذا الشكل، يعني تطور مع تطور المجتمع. لما يجي سكان 10000 اعمل حاجه تكفي 10000 او حاجتين، يعني مش لازم حاجه واحده. لما يبقى عندك 100000 او مليون وبعمل جامع كبير، انما مش تبدا بالجامع الكبير. يعني هو الاهم انا شايف انه الاهم من المسجد الكبير ولا الصغير ايا كان ايه هو. لو كان عمل سكن اجتماعي لبعض الناس انها تكون موجوده وساعد الناس، انا شايف انه ده حاجه مهمه جدا للدوله ولكل الناس. انا وصلنا لساعه ونص، انا شايف انه احنا يعني كفايه على الناس كده وكده. لكن انا عندي سؤال، انا في الحلقه السابقه اللي كانت حضرتك شرفتني فيها كنا بنتكلم عن مؤسسه تكوين اسمها تكوين ولا تنوير؟ لا تكوين وطلعوا لها تحصين. تحصين. طيب لما حضرتك نشرت الحلقه عندك كان في سؤال من الاصدقاء كده، انا شفته بالصدفه صدقني، يعني انا بفر كده، فلقيت سؤال من احد الاصدقاء اللي موجه ليك، انه كان من المفترض ان انا اساله ليك لكن انا ما سالتوش، وانا شايف انه الشخص اللي كتب التعليق ده هو محق في السؤال، وكنت من المفترض اني اسالك السؤال دوت لكني فعلا راح عن ذهني تماما وما سالتكش السؤال. ففي ختام الحلقه كده خليني اسالك السؤال اللي هو اقترح انه المفروض كنت انا اساله وانا ما سالتوش، وهو الاستاذ سامح عيد ليه لم ينضم لمؤسسه تكوين؟ انا رديت في فيديو انا رديت في فيديو على هذا السؤال. انا ما تابعتش بقى بقيه الحوار، بس انا شفت السؤال وشفت انا شفت السؤال وانا رديت في فيديو لاحقا، قلت انا ليه لست في تكوين. اول حاجه انا لم ادعى، وحتى لو دعيت قضيت مفيش مشكله، انما كعضو في تكوين كنت هرفض. ليه؟ لان انا مريت، يعني انا كحاله خاصه مريت بتجربتين سلبيتين، سواء انتمائي لإخوان المسلمين فترة طويلة من الزمن 20 سنة أو حاجة، وانتميت للوسط حزب وسط 10-12 سنة، وكان بتقابلني مشكلة ان انت بتتكلم باسم الحزب اللي انت فيه او لازم تعبر عن افكار الحزب اللي انت فيه او التنظيم وانت في التنظيم. فانا بعد التجربتين السلبيتين دول كحاجة تخصني عايز او مستقل، لان مش مضطر انا كل مرة اقول ده رأيي الشخصي ورأي رأي تكوين. ما انت لو انت في تكوين كمؤسس يعني او منتمي هتقول كل ما تيجي تتكلم يا جماعه ده رايي الشخصي مش راي تكوين، رايي وليه انا اتحط في المأزق ده. انما لو دعيت لحاله بالاضافه لبعض التحكمات كمان، يعني انا طبعا بدافع ومن حقهم يعبروا عن رايهم، ممكن اختلف معاهم، ورحت قلت انا بختلف مع يوسف زين في كذا، وبختلف مع ابراهيم عيسى في كذا، وبختلف مع احيانا مع احمد عبد المهر في كذا. طبعا احمد عبد المهر مش في تكوين، بس انا قصدي دي بتتيح لي مساحه التحدث باسم الشخصي، مش مضطر كل مره اقول انا هنا بتكلم باسم الشخصي مش باسم تنظيم، او ان انا اودع مثلا او ان انا اودع النقاش مثلا زي ما اسلام بحيري كان دور ومناظره ولبه وراح او قال وافق، فجوس قال لك لا هنسحب من تكوين وهفركش الدنيا، فاضطر ان هم ما ايه ما يشاركوش. لا انا عايز ابقى مستقل اشارك ما اشاركش، دي حاجه تخصني رايي الشخصي. فقلت ان انا بعد تجربتين سلبيتين من الانتماءات انا افرض ان انا اكون مستقل، ولكن لو هم عاملين مثلا ما كنت مدعو في حلقه برضو من حلقات مختلفة عليه مع ابراهيم عيسى او ماشي اقعد اضيف وعبر عن رايي الشخصي، او ان هم بيعملوا ساعات ما يسمى ستريم يارد بتاعهم ودعوني كوجهه نظر اقول وجهه نظري، انما رايح اقدم وجهه نظري
مش رايح وده قصده مش رايح ايه ان انا ايه اكون عضو او منتمي او بعبر عن الكيان. فدي الفكره اللي انا قلتها في فيديو رديت على هذا السؤال. انا ما سمعتش الفيديو للاسف. انما انا بقى ادافع طبعا عن تكوين وحقهم في التعبير عن الراي وفكره العصف الذهني وفكره يبقى في راي حر، وبتفق مع كثير من ارائهم. ويوسف زنك اديب يعني انا اتكلمت عن اكثر من روايه اقدمها لها، انا اعتقد انها مؤثره في الوعي الانساني والوعي المصري بشكل او باخر والوعي العربي. فلا يعني بادافع اختلف براحتي بقى، اختلف في رايي في وجهه نظر في كذا، ما حدش يحاسبني يقول انت ايه انت ازاي تطلع تقول كذا او تصرح في الاعلام بكذا، وما يبقاش عليا وصايا. دي الفكره ان انا بقى خارج عن الوصايا، الواحد زهق من الوصايا يعني. تمام تمام جواب منطقي جدا وانا متفق معاك 100%. وكمان المثال اللي حضرتك ذكرته انا كنت معتقد انك انت هتتخطاه ولا حاجه، اللي هو يعني ايه اللي هو بتاع اسلام بحيري انه دعا للمناظره ويعني قابل بده، لكن المؤسسه منعته من انه يدخل المناظرة، على الرغم انه لو اسلام حر زي ما دايما اسلام حر. انا ما اقصدش حرية، ما اقصدش حاجة، اقصد بس يعني ان هو ملتزم زي ما حضرتك قلت كده، ملتزم بالمؤسسة زي ما حضرتك كنت ملتزم بحزب الوسط كده، انك ممكن لو هم رفضوا تعليق معين منك تضطر انك انت تلتزم بكلامهم، وممكن قراراتك ما تبقاش يعني كاملة الحرية ليك. هذا لا اقصده بكلمة حر، لانك انت ملتزم بالمؤسسه اللي انت فيها، وعبر عن المؤسسه انت فيها بالظبط. بالظبط، بالاضافه لكل كلمه انت بتقولها دايما عندك كلمه كده بقت لازم تبقى موجوده باستمرار تقولها، ان ده رايك الشخصي ولا يعبر عن المؤسسه اللي انت بتنتمي اليها. فانا متفق معاك تماما، وللاسف ان انا يعني ما حالفنيش الحظ وشفت الفيديو، انا بعتذر ليك كتير. لا بس لا لا انا لا كان لا. مهم على نفس قناتي بما ان كان الموضوع ذكر كده والراجل كتب التعليق وانا شايفه انه تعليق منطقي جدا، فكنت حابب اسال حضرتك السؤال ده. اي لا. اضافه سامح بيه؟ لا كفايه على ناس كده كويس، ساعه ونص كويس، وان شاء الله نلتقي في مرات اخرى برضه نكمل حواراتنا يعني. طبعا نورنا. طيب يا ساده دي كانت الحلقه، وانا استمتعت جدا بالحوار مع سامح بيه، وانا شاكر ليك وشاكر لضيوفك يعني. انا شاكر جدا يا سامح بيه، كتر الف خيرك. فده كان الحوار، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيه زي ما أنا استمتعت بيه بالظبط، وأتمنى لكم يوما سعيدا وأياما هنيه. تصبحوا على خير يا سادة، تصبحوا على خير يا سامح بيه. شكرا، تصبحوا على خير، أيام سعيدة دائما. سلام. شكرا جزيلا. سلام. سلام.